عملت ايه يا عثمان؟ اتكلمت ويا السيد واتفقنا وهو وافق. اماني عندي ست الدين فكرة ليك، انما ايه هتعجبك عجب العجاب. فكرة ايه؟ احنا هنعمل مشغل. مشغل يعني ايه؟ مشغل خياطي، نلم نسوين البلد والبنات الفقراء اللي فيه ونجيبهم يشتغلوا فيه، والحاجات اللي هيعملوه احنا نبيعها لتجار البندر وتجار مصر كمان، ومساعتها بقى اهل البلد هيقولوا ايه العمدة كتر خير وفتح لنا باب رزق جديد. حلوة اوي يا فاطمة، حلوة الفكرة دي يا بنت. انت يعني انت مش حلوة بس، لا وكمان عندك وجهة نظر، يعني بتقول كلام حلو. انا موافق على الحكاية دي، بس اديني بس فرصة كده شوية عشان انا موضوع الوان ده مبرجلني. بس انت ما سألتنيش احنا هنعمل المشغل فين. خلاص اسألك، قولي يا ام الزكاوي، قولي يا ام النباه، هنعمل المشغل فين؟ في دار الشيخ مبروك. ايه؟ مش معنى مبروك يعني؟ لا 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 طبعا لا، الموضوع ده مرفوض. بقولك ايه، اوعي تفتحي معايا السيرة دي تاني ابدا، فاهمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا عمدة؟ بعتلي يعني؟ خير إن شاء الله، كل خير. شربت قهوتك؟ لا لسه ما شربتهاش. إيه؟ فين قهوة الشيخ اللي بره؟ وأنت إزاي صحتك دلوقتي؟ والله يعني يا عمدة، يعني زي ما تقول كده، يعني بحس ساعات إني مكدود كده يعني، ومفصلي مش شايلاني. إنما في إيه يا عثمان؟ أنا كنت عايز أشورك في حكاية كده. إيه ده؟ لا ده يبقى جد جديد بقى، ما انا كنت معاك طول اليوم ما جبتليش سيره ايوتا حاجه. ما انا كنت بفكر في الحكايه دي، يعني باخد ودي مع نفسي كده. موضوع كله خير. اي والله خير، خير لاهل البلد والستات الغلابه والبنات الفقراء، يعني حاجه كده تفتح لهم مصدر رزق وتساعدهم على المعايش. وانت عارف ان احنا الفتره الجايه محتاجين الناس حوالينا عشان يعني. ايوه عارف، عشان يعني لو الحكومه فكرت تعمل شويه تغييرات يعني كده، ولا تجدد العموديه، يبقى الناس وهيان. ايوه براو عليك، ما انت عارف اهو. بسم الله ما شاء الله عليك، ويا سبحان الله. فكرت في ايه يا عثمان؟ نعمل مشغل يدوي يساعد اهل الكفر، البنات الغلابه والستات الفقراء. حلو، مشغل حلو والله، والله تفكير حلو يا عثمان. وهتبنوه فين المشغل دي؟ لا نبنيه ايه؟ احنا بنفكر في دار جاهزه، يعني تكون في وسط الناس وعليها رجل، الناس رايحه جايه عليها وعارفاه. وانا قعدت افكر لحد ما لقيتها. الله عليك، الله عليك يا عثمان، دايما تفكيرك سابقنا كلنا. ولقيتها فين ان شاء الله؟ في دار الشيخ مبروك. شيخ مبروك مين؟ إيه إيه أنت يا شيخ مبروك؟ دارك راني. أنت عايز تاخد دار يا عثمان تعمل فيها مشغل؟ أيوه عمل خير، وأنت راجل بتاع ربنا وبتحب الخير. أيوه بحب الخير، بس مش لدرجة إنك ترميني في الشارع يا عثمان. لا 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 لا، شارع إيه؟ انت تشاور على ايوت حضرت تعجبك واحنا نشتريها طوال. دي اخرتي يا عثمان، اخلاص صحبي اخي. استنى يا شيخ مبروك، نكمل كلامنا. الكلام مخلص يا راجل. يا مبروك. انا ايه اللي عملته معاه ده؟ يعني ما كانش الصح اقول له كده خالص. الراجل زعل، لا
زعل ايه؟ يا هيتنقط. كان بيساند وهو قايل، ودي مبروك برضه، انا مش هينفع اخسره. انا هروح بكره اقول له ان انا كنت بعجص معاك، بضحك يعني وكده. ايه؟ طب ما تستنى بس لحد بكره كده. اقول لك على حاجه، دورها في دماغك تاني وتالت، ولو لقيت الموضوع يا اخويا مش لادد عليك خلاص بلاش منه، تبقى تروح تقول له ان دول كلمتين هجايز زي ما انت بتقول. بس انا يا توتو مش عايزك تضايق نفسك كده ولا تتعكر. ايوه امال ايه، ده انت نور عين، افرح كده. طب ما تجيب بوسي كده. ماشي يا عتمان، ماشي يا عتمي، انا زعلان. تستاهل يا قلبي لاهتميل، ما كنت خالي انت اسباب كل كربي، وانت اسباب ما جرالي. إيه بقى اللي هيواسيني بعد ما انهدت أمالي، إذا كان حظي نسيني لمين أروح له أشكي له حالي؟ حبيبي أنا دلوقتي بس مش هتكسف أقولك إنك قصاد عيني، واني قايمة واني قاعدة واني ماشية، زي ما تكون كده سكنت جوا روحي. بس جنابك بصيت لقيته شايل الجدي وحيمشي بيه، على فين يا غفير انت؟ قال الجدي ده حديه لحضره العمده عشان ابنك ينفد من الجهاديه. قلت ماشي على عيني، فوجئت النهارده جاي وعاوز فلوس. قلت ما بديهاش بقى، انا اروح لجناب العمده واللي هيأمرني بيه هنفذه، بس ابقى عارف ان دي طلباته بصحيح. جنابك سامعني حضرتك؟ يا حضره العمده، حضره العمده. ايوه نعم. طيب خلاص امشي. تمام جنابك يا حضرة العمدة. ايه جاي وراك؟ انا رحت له على الدكان، لقيت الدكانة مقفولة والغريب انه مش هناك. رحت رايح له على الدار، لقيت الدار مقفولة والغريب انه مش هناك. يعني لا في الدكان ولا في الدار، حاجة غريبة. طب اجري شوفه في انا داهية. روح. امر جناب. رحت فين يا مبروك انت التاني؟ داني عايزك. عايزه في ايه؟ قول لي ياض يا فرحان، تعرفش مبروك فين؟ الله يبارك فيك. هي حاجة غريبة. خدي يا فرحان، روح هات لك كوس حلاوه. يا حلاوتك.
ليه يا عثمان؟ مالك مساهم كده ليه يا اخوي؟ ما تخليك على طبيعتك كده وعوايدك. في ايه يا ولدي؟ ما انا على طبيعتي اهو. وانا باين عليا حاجه؟ وانت يبان عليك ايه ولا ما يبانش عليك ايه؟ هو انت في حاجه تخاف منها يعني؟ جرى ايه يا عثمان؟ وبعدين هو السيد ما قالكش هيعمل عمليته امتى؟ حضرة العمدة يا حضرة العمدة، الحقنا يا حضرة العمدة، شهلوان اتطخ بالنار واللي طخه جري ناحية الدورة، اروح اقبض عليه. ما تروح يا غفير تقبض عليه، وانت جاي تستأذن يا ولي، اجري يلا. حاضر. استنى يا عثمان، انت هتروح لوحدك ولا ايه؟ استنى يا اخويا طفي بس على النار دي واجي وراك على طول عشان ابقى في ضهر. هم يعاقب عليه القانون. نهار اسود ونيل، احنا عرفنا نسمع بعض كده وتتفرجوا. شيلوا يا رجاله، شيلوا يا رجاله، مفيش رجاله في البلد ولا ايه؟ شيلوا يا رجاله. اه يا بلد عايزك يا ناس تشبع فيها. يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا حلوان يا حبيبي يا ولاد يا اخويا، يا اخويا قلبي اتقطع يا اخويا. يكبرك على ببالك يا عثمان. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي يا الوان يا اخويا، يا اخويا يا ضناعي، يا حزني يا اخويا، يا حزني قلبي يا اخويا، يا حزني يا اخويا. انت لازم تجيب السيد النهارده من قفاه وترميه جوه الحجز احسن ما العامله دي تلبسك انت يا عثمان. اسمع كلامي، اسمع كلامي يا اخويا، انا عايزه مصلحتك بس يا فاطمة. أنا دماغي بقت قد كده بس بقى.
يا اخوي يا اخوي انا عايزه مصلحتك والله. اسمع كلامي يا عتمان، اسمع كلامي يا حبيبي. انت لازما تروح دلوقتي تاخد لك قرشين من الخزنه وتطلع بيهم على الوحده الصحيه، تاخد اخوك باوتومبيل خصوصي وتوديه على اكبر مستشفى في مصر. ايوه امال ايه، لازم تعالجه احسن علاج، احسن ما الناس تاكل وشيني. الله، ما تسمع كلامي يا عتمان، انا عايزه مصلحتك. طب بس بقى يا فاطمه، قلت لك دماغي قد كده بس. استغفر الله العظيم، اهدى كده يا راجل، يعني تتلهي كده وتخرج وتسيب الخزنة كده مفتوحة؟ لا مقفولة. هي ايه اللي مقفولة؟ اهدي يا واقعة بلا قومة، نهار اسود وام نيل، يخرب بيتك يا عثمان. هي ما فيش غيرها والله يا عثمان، هي حفيظة الكلب كانت قاعدة براسها كده في البيت، اطلع جيبها من قفاها بنت الكلب. حفيظة يا بنت الكلب. وديت الحاجة اللي في الخزنة فين يا حفيظة؟ أنا عمري ما فتحت خزنتك يا عمد. يا لهو على كل النسوين، ما تنتهي وليه مخبية الحاجة فين؟ ورحمة أمي ما شفت حاجة ولا خدت حاجة ولا حتى مال الدنيا كله بقى يهمني. انتهى يا بيت، مش علي أنا شوية دول، أنا فاهمك وحافظك. انتهى يا بنت الحرامية. والله ما شفت حاجة يا عمد. يا حفيظة انتهى الحاجة فين؟ هطلع روحك في إيدي. اهي يا اخوي، اهي يا بنت الكلاب، سرقة ذهبي كمان معاهم. شوف يا اخوي، شوف يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. واخده الورق وهتوديه لمين يا اخوي؟ واخده الورق وهتوديه لمين؟ اسالها كده، هتديه يا بنت للسيد اخوكي؟ هتديه للسيد اخوكي عشان يحبس العمدة؟ منك لله، منك لله يا مفتريه، يا بنت المفتريه. يا بنت خبي الورق ده، خبي الحاجه دي كلها، وخبي ذهبك كمان، ما احنا عايشين مع حرامية. ماشي يا حفيظة. والله لا يا عمدي، والله لا يا عمدي، والله لا يا عمدي. بقى كويس يا عمدة، وحالته مش حرجة ومش مستدعية لنقله. لا ازاي، انا لازم اوديه احسن استبالية في مصر. هو علوان ده شوية، ده اخو العمد، اخويا يا جناب الحكيم. انت جاي ليه يا عثمان؟ ها؟ جاي تتشفى ولا جاي تطمن انه مات؟ اتجننت يا وليه ولا ايه؟ ابقى اتجننت لو انت بره الحكايه، انت ايدك مليانه بدم اخوك، يلا امشي اطلع بره، امشي. معذور، ما هو جوزها اتضرب بالنار، ايوه عليها شت على روح. انا همشي، بس خلي بالك لو علوان جرى له حاجه هحملك انت المسؤوليه وهيبقى عصابك معايا عسير. يلا يلا. الجاي يطمن عليك. قال سلامتك، سلامتك يا ابو عيالي. كنت خايفه من ايه يا حفيظه؟ خايفه من الفقر؟ أديكي بقيتي أفقر خلق الله. عرفتي متأخر قوي إن الفقر مش فلوس، الفقر الفساد اللي في النفوس. أنا بكرة جنبك يما، يا ترى فين؟ وقبري هيبقى شكله ايه؟ هيبقى جمرة نار تحرق وتاكل فيا، ولا جنة ورضوان؟ يا رب يكون جنة ورضوان، والنبي سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني. شفتوا تلاتة؟ بالله العظيم تلاتة، شفتوا بعناية اللي هياكلهم الدب دول؟ شفتوا هو بيضربه بالنار؟ يعني انت متأكد من الكلام ده غفير انت؟ يا سعادة البيه المأمور، بقول لحضرتك عناية هياكلهم الدب. شفتوا؟ شفتوا زي ما انا شايف سعادتك كده. وما قبضتش عليه ليه؟ ايه؟ واني ما قبضتش عليه ليه؟ غبي،
اي والله العظيم غبي بعيد عمك. بص في وشه كده واسمع اسمه تعرف الغباوه جايه من ايه. ما هو اصل الحمار ده ما رضيش يقبل على الواد السيد حاكم السيد ده يبقى اخو حفيظه مراتي. قطعوا الاثنين في يوم واحد. لا يوم ايه؟ في ساعه واحده. لا وساعه ليه؟ في ثانيه لا ثانيه كتير. في ثانيه واحده قطعوا الاثنين. مين؟ قطعوا الثلاثه هم والحمار ده. حلوه. يس. خدوا المضيعه على المحضر بره. يلا انصراف. يعني انت يا عمده تتهم السيد ان هو اللي حاول يقتل علوان؟ انا ما بتهمش حد. ده كلام الغفر والشهود. بس كلام بيني وبينك، الواد السيد ده بيتاجر في الممنوعات. علوان اخويا كان عارف ومجه قال لي. انا بقى ما كدبتش خبر، رحت له قلت له يا سيد ما ينفعش كده يا سيد، ما تعملش كده في بلد انا عمدتها يا سيد، ولا حياتها لمن تنازع. اتجرته في الممنوع ده بلاغ منك ولا من الغفر بقى؟ لا ده مش بلاغ، ده كلام انا متاكد منه كعمده للبلد دي. هو انا وانت دورنا ايه في البلد دي غير الحفاظ على الامن والامان؟ ويا ترى بقى عارف السيد ده بيشيل بضاعته الممنوعه فين؟ الحقيقه الكذب خيبه، بس انا عارف. انا اتقصت على الواد ده وعرفت كل حاجه واتاكدت انه خارج عن القانون. لا وايه؟ خارج خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طب امال يا راجل؟ فوت على دكانك، كنا عايزين هبابة مستك على هبابة حبهان للعيال. قال عاملين لي بيت حسين البرص اسبوع ولده. انت عامل ايه؟ طيب؟ تعبان. مخنوق وروحي بتسحب مني. حاسس اني مش قادر اخد نفسي. الدنيا بقت وحشة ولا وحش من أنسة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب يا أبوي تعوز حاجة من برا؟ ده معاه معيش تطلع من البيت. الله يخليك وتشكر. طيب عاد أنت مش محتاج حد يفكرك بكلام ربنا. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ها أدام معيش حاجة من برا وبركة إن لقيتك طيب، أقول لك سلام عليكم فوتك بعافية. ها. أنا عايزة أشوف عم فتنا يا محمد. هي نسيتنا ولا إيه يا زينة؟ أنا جعانة أوي يا محمد. أبا حسن دلوقتي يجي ويجي معاك. إزيك يا محمد؟ أبا حسن جا أهو. عوف عليك. عوافي. ايه؟ ابو حسين. ايه؟ انا عايز اكل بعدين اروح لام فاطمه. يا حبيبتي طيب كلي لقمتك وانا هوديك لامك على طول. تاكل ايه يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شطور. كل يا زين. سيبك الحلو ازاي؟ امسك. اهدي. مقلب. قول دي. خلي بالك يا جناب المأمور، أي نعم أنتوا قبضتوا على الواد السيد ده، بس ده واد مجرم عتيد في الإجرام، ممكن رجالته يحاولوا يهربوه. أنت خايف من إيه يا عمدة؟ كل حاجة تحت السيطرة، محدش هيقدر يهاوب ناحيتك. أنا كده مطمن، طول ما سعادتك في البلد دي، البلد دي عايشة في أمان، إي والله، فوتك بعافية. سلام يا عمدة. يلا. قول لي يا واد يا وائل. نعمين يا عمدة. ما اختيلتش بالشيخ مبروك كده ولا كده؟ لا ده أنا حتى كنت معدي على الدكان لقيت الدكان قافل. مش عارف راح فين. طب هم نشوفه في انا نصيب. يطلع يا ولد. اتفضل. تأمري بحاجة تاني يا ست فاطمة؟ أما أما زينب؟ محمد؟ ازيكم يا عيال؟ وحشتوني أوي. وحشت أمكم يا أخوي. تعال يا اخوي. وحشتوني قوي يا عيال، والله وحشتوني. عملت طيب والله يا حسان، والله عملت طيب. ده انت تستاهل حلاوه كبيره قوي.
ربنا يخليكي لينا يا ست فاطمه، ما يحرمناش من كرمك. انا يعني قلت انت لازما مشغوله بالقوي فيعني بتنسي، قلت اما اجي افكرك. انسى؟ في حد برضك ينسى عياله يا حسان؟ هو انت عارفه اديلك قد ايه ما طلتيش عليهم؟ غصب عني والله، والله غصب عني حاجات كتير بالقوي بقت بتحصل غصب عنك يا فاطمه. جرايه يا حسان، انت هتقطمني ولا ايه يا اخويا بالكلام؟ وبعدين ماني كل حاجه من كف الشقه ببعتها. الله، ليك شوف حاجه زياده تقولي على طول وانا عينيا ليك. بنتي يا مانجي، روحي يا بنتي جيبي لك بطايتين على والزيتين وكام جوز حمام وشويه بقالي كده، وتديهم لسيدك حسان وهو ماشي عشان خاطر العيال. هي الحكايه بقت كده يا فاطمه؟ ايه فاطمه دي كمان؟ جرايه يا حسان مالك؟ هي الانساس قامت والقوالب نامت ولا ايه؟ ما تتكلم عادل يا اخوي. وبعدين انت تحمد ربنا اصلا ان انا سايبه عيالي عندك. ايوه امال ايه؟ ده انت ما كنتش هتلاقي اللقم لولا اللي انا ببعته. فضلت خيرك، لولا الخير اللي بتبعتيه لنا اهي. جرايه يا فاطمه، ما تخلي الطبق مسطور، انا باكل عيالك من عرقي. الواحد بس بيعمل باصله. هو انت فاكره امتى اخر نوبه شفتيهم؟ انا بعمل باصلي عشان خاطرك انت، عشان كنت واحده غلبانه مقهوره اتظلمت ياما. شفتي الويل انت وجوزك ابو العلي اللي كان راجل بصحيح وكان صاحبي واخويا؟ انا بعمل باصلي عشان خاطر عيون العيال ده، هي اللي مالهمش ذنب في اي حاجه. يلا بينا يا عيال، يلا بينا. يلا على فين؟ انا عيالي مش داخلين دارك تاني يا حسان، انا عيالي هيفضلوا معايا. يا سلام، لو انت فاكره انني هسيب العيال ده هي تتربى في البيت ده اهو، والعياذ بالله. يلا يا عيال يلا، بدل ما تشوفوا امكم وهي عامله زي الحيه اللي ماشيه تلوش بتلدع على بتشوف ولا عدو ولا حبيب. انا حيه؟ ان شاء الله حيه ما تلدعك يا بعيد. طب وديني مع ابو دي حسين انا قايله للعمده. هتقولي له ايه بس؟ هتقولي له ايه؟ يطخني عيارين ولا هتحبسيني يا ست فاطمه؟ يلا بينا يا عيال. استنى هنا. يلا بينا. الله سيبيهم، حرام عليك، يخليهم يتربوا كويس. امشي يا بنت من هنا، امشي. انا مالك يا عمري؟ يا شيخ مبروك، افتح يا شيخ مبروك. ما بيفتحش، ما بيردش. خبط جامد يا ولا، يمكن نايم. ده باين انه توفى ولا يكون مات. اكسر الباب. ايه ايه بقى انت هنا يعني؟ وسمعنا عمالين نخبط ونهبد ولا على بالك؟ انا مش هخرج من داري حي يا عتمان. عايز تخرجني من ايه؟ خلي الغفر بتوع الدول يطخوني ويخرجوني منها جزء. ايه الكلام ده؟ دار ايه وطخ ايه؟ لا لا لا، انا جاي لك انت في موضوع تاني خالص. جاي لاني؟ وانت مستعنيني اصلا يا عثمان؟ باش قلبك اسود بقى، ايه الكلام ده؟ مستعنيك ايه؟ وانا لو مش مستعنيك كنت جيت لك ولا كنت بعت لك اكتر من مره؟ طب اسال الغفر، انا كنت قلقان عليك اخر قلقان ومتوغوش اخر وغوش. ايه والله، وانا ليا بركه اللي انت يعني. لا ليك فاطمه يا عثمان، فاطمة بقت بركة الدنيا في حالها. إيه؟ أمال إيه؟ مش دي فاطمة يا حتمان اللي عايز تخرجني من داري عشان إيه؟ شوف أنت سواحي كده، دماغك بتقفل وما بتبقاش عايز تفهم. طب تصدق أنا كنت هديك الدار اللي ورا الجامع، وهفرشها لك وأوضبها لك آخر توضيب، وهديها لك لبن، ملك يعني، بيع وشراء. يا مبروك، أنا محتاج لك أول يومين اللي جايين دول. أنا سامع كده إن في حركة تنقلات في الكراسي، وفيه مصايب عماله ترخ علينا واحده ورا الثانيه. عندك مصيبه السيد وعلوان، ده غير مصيبه الجهاديه اللي قلب الناس علينا، ده غير المصيبتين السود اللي هم اسمهم ابو العله والزفته الثانيه اللي اسمها راويه دي. دول لو اتحطوا مش هيحطوا على دماغنا لوحدي. هيحطوا على دماغك انت لوحدك يا عثمان، لان اللي بيشيل قربه مخرومه.
بتخر على دماغ الواحد. الخلاصة يا عثمان، انت عايز مني ايه؟ دلوقتي احنا في مركب واحدة، والمركب دي عشان تنجح والناس ما تدوس علينا بالجزم لازم انت تقف جنب مني وتلم الناس حواليا كالعادة. داري ما حدش يجي يمتها. ماشي، ما حدش يجي يمتها. ودارك اللي ورا الجامع. يا عثمان سكت يعني؟ في ايه يا مبروك؟ انت ايه؟ بقيت بايعني ولا ايه؟ انا اللي بايع؟ طب ده انا طول عمري شاري. انت اللي بايع حتى من واحنا صغيرين لما كنا بنلعب مع بعض. كنت انا اللي ببقى شاري وانت بايع. انا اللي هاجي عليك وانضف حواليك. سواء من قدام وشك ولا من ورا ظهرك. ولعلمك انا مش عايز ظهرك دي طمع، لا. انا عايز اشوفك شاري ولا لا. ما هو مش معقول، مش معقول يا عثمان تفضل بايع لغايه اخر نفس في عمرك. ايه الكلام ده؟ انا اول مره اسمعك تقول كده. ده انت شايل ومعبي بقى. لا يا راجل، يعني بعد العمر ده كله والعشره اللي بينا جايين النهارده نقول مين فينا شاري ومين فينا بايع واحنا لسه نتعرف على بعض جديد؟ لا 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 لا، اطلع من الكلام ده. فوق كده، يلا خش اغسل وشك ولا اتمشى بره شويه غير جو. يلا يا راجل حرك العضمتين. هحركهم يا عثمان، بس الاول اجيب لك ورقه حقيه ملكيه الدار. بعد كده بمشيئه الرحمن نتقابل بعد صلاه العشاء. عفى الله بقى عما سلف، انا كنت اعرف منين ان العمده ضلالي وكذاب كده؟ وماله؟ خير؟ انا جاي لك هنا عشان نفتح مع بعض صفحه جديده. وانا ما عنديش اي مانع. بس انت يعني ما قلتليش قبل كده انك تعرف الباشا الكبير. انهي باشا فيه؟ يكشي اللي كلمك في التليفون. ايوه هو. اردب مهولك ما تحضر كيلو، تتعفر هدومك وتتعب في شيله، دي حدوته طويله. على كل حال انا شايف المرحله اللي جايه هتبقى كويسه قوي لو كل واحد فينا حط ايده في ايد التاني. ايدينا في ايدين بعض. وماله؟ بس ممكن تفسر كده كمان يعني فهم على قد حبتين. مش هتشرب القهوة؟ مستحرم تشربها ولا ايه؟ ليه بس بتقول كده؟ اهو الكلام اللي بيتقال. دي ناس نكسة، وانا اتأكدت ان كل الكلام ده كلام فارغ. العمدة لسه عايز ياخد المحاصيل من الفلاحين الغضبانية. دي جريمة وهيروح فيها في 60 داهية. أنا قلت له الكلام ده أكتر من 100 مرة وحذرته من الحكاية دي. بس أنت بقى عجبتني أوي لما وقفت قصاده. الفلاحين دي ناس غلابة، وأي قرش زيادة هم أولى بيه، وأنا مش هسكت على الوضع ده خالص. طب والله يا عيل، أبو السيد اللي ضرب علوان. لا دي حكاية تانية خالص بقى، أنت طلع مجرم خطير. تخيل إنه بيتاجر في الحشيش طول الفترة اللي فاتت دي كلها. إيه دي؟ لا يا شيخ. إيه الكلام دي؟ ده أنا أول مرة أسمع الكلام دي. بس يعني كده أنت معايا إن الفلاح أولى بلحمة توره يبيع فيه زي ما هو عايز من غير أي غصبانية، ولا إيه؟ أكيد طبعا. شحني يا أبوي كويس؟ العوام الله يعافيك يا فاطمة. تعالي. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه يا حبيبي؟
أنا كنت جاية في كلمتين كده وماشية على طول. خير يا فاطمة قولي. أنا لولاش عارفة إنك هتفهمي كلامي صح، أنا ما كنتش قلتهولك، ولا كنت جيتلك هنا في دارك، ولا كنت عاتبت عاتبته من أساسه. ما تتكلمي يا فاطمة، فيه إيه؟ أقول إيه بس يا ربي، وعيد إيه؟ أنت طبعاً عارفة اللي عثمان عمله فيا أنا وأبو العيلة، مش كده؟ وهو مين ما يعرفش؟ أني بقى عشان كده جيتلك دلوقتي، عشان أني عارفة إنك أنت وسعلوان غير عثمان وحفيظي. أيوة أمال إيه؟ أنتوا ناس طيبين غير اللي كلوا حقك وحق عيالكوا دول. ما تتكلمي على طول يا فاطمة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. أقول إيه بس وعيد إيه؟ يعني أنت هتصدقيناني وتكدبي عثمان اللي هو يبقى أخو جوزك وعم عيالك؟ طب تيجي إزاي دي؟ ما تقولي عايزة إيه؟ أصل بصراحة كده يعني أنا كنت سمعت عثمان والسيد بيتفقوا إنه إيه؟ بيتفقوا إنهم يطخوا جوزك علوان. اي والله، ومن نبى النبي نبي، أنا لو ما كنتش أنت غالية عندي أنا ما كنت جيت ولا حذرتك، بس أنا خايفة عليكي وعلى جوزك، هعمل إيه؟ قلبي الطيب ما طوعنيش، واللي يحصل يحصل بقى. قومي امشي من هنا يا فاطمة. يلا. يلا يا فاطمة يا مرات عثمان. فاطمة؟ فاطمة مين؟ يلا يا حفيظة. ده اسمه إيه ده؟ أنا غلطانة، خير أنت أعمل شر أنت. يبقى أنا جاية لك علشان أحذرك تطردني من بيتك يا ست فاهمة؟ هقول إيه يا رب؟ هقول إيه؟ أنا سمعت حديث الحرباء دي وياكي. الحمد لله يا أخويا أن ربنا نجاك ورب الكعبة، لا تبح لك جاموسة وبخرك كمان. أنت يا اللي اسمك حفيظة، اطلعي لي يا أختي عايزاكي. أنت يا حفيظة، أنت انطرشتي يا ولية؟ نعم يا فاطمة. عرفت ان السيد اخوكي كان عايز يقتل علوان وجنب المأمور الهي يا رب ربنا يعلي مرتبه كمان وكمان، سحبه وجرجره على القسم ومش بعيد كمان ياخد فيها اعدام. يعني خلاص يا روح امك، السند اللي كان ليكي راح، يعني مفيش حد تستنجدي به تاني، ومحدش هيرحمك من تحت ايدي، ده انا هفرمك فرم. ليه؟ انت بتعملي كده ليه؟ ما تعمليش زيي، ما تخليش الغل والكره وسواد القلب ياكلوكي ينسوكي ان في ربنا. شوف 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 شوف، مين ده اللي بيتكلم عن ربنا؟ انت يا حفيظة ربنا ياخدك يا بعيدة. مش هتاخدي حاجة من كل اللي بتعمليه دي، صدقيني. توك يا اختي لما عرفت ان في حاجه اسمها ربنا وكان فين ربنا قبل كده، ما عملتلوش حساب ليه يا مخفيه انت؟ عشان ما عدتش عايزه منك حاجه يا فاطمه ولا عثمان، ما عدتش شايفه غير الغم والهم، ما عدتش شايفه غير خوفي من الناس. والسيد اديكي قلتي اهو خد جزاته، وربنا لما بيحب حد بيخليه يفوق ويتعظ من عبرة غيره قبل الغرقة اللي ما بعدهاش. ايه يا وليه دي؟ انت اتدروشتي ولا ايه؟ ولا يمكن بتمثلي علينا انك اتدروشتي؟ ايه دي؟ مالك يا حفيظة؟ لا 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 يا اختي كده ارجعيلي حفيظة بتاعت زمان عشان اعرف اخد حقي منك. تعالي هنا يا وليه انت، انت رايحة فين؟ طب وديني وما اعبد لكن قايلة للعمدة هخليه يموتك موت انك خارجة كده من غير اذن. يا
يعني القصد من الحكايه اللي انا حكيتها لكم دي ايه يا اخواني؟ القصد ان طاعه ولي الامر او الحاكم واجب على كل مسلم ومسلمه بنص كتاب الله عز وجل وسنه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. وقد اتفق المفسرون الاجلاء رضي الله عنهم جميعا على ان طاعه الله مطلق. اي والله طاعه الله مطلق، وطاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا طاعه مطلق. وتاسيسا على دي يبقى طاعه ولي الامر الاخرى على شيء من الاطلاق. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسلوب العطف، وما استخدمش اسلوب العطف كده وخلاص، لا ده استخدم حرف الواو. وحرف الواو دي زي ما انتم عارفين تفيد الاشتراك في الفعل، والفعل هنا يا اخواني الفعل هو الطاعه. عشان كده ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يبقى احنا هنا قدام امر الهي باطاعه الحاكم وولي الامر. يعني لو نفر منكم يعني قاعد مع ناس من المختلفين مع الحاكم ويخالفوا اوامره، المفروض بقى انه ما يخوضش معاهم في الحديث. لا ده اكتر من كده، المفروض انه ما يقعدش معاهم من اصله ولا يسمع لهم. ليه؟ لان دول اهل الفتن والقلاقل والعياذ بالله. شوفوا انا هبسط لكم الحكايه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا اخواني، هطبقها لكم على بلدنا اللي احنا عايشين فيها دي. وسبحان الله كان المفسرين الاجلاء كانوا بيتكلموا عن بلدنا دي. اي والله بلدنا دي يا اخوانا لها عمده، العمده دي مخول له انه يدير شؤون البلد ده. يبقى احنا بقى كأهل البلد واجبنا ايه تجاه العمده اللي بيحكم هذه البلد يا اخوانا؟ واجبنا النصح والتقويم ان حاد او اعوج عن امر الله او خاض في نواهيه. يا عم اللي مش عارف بتقول ايه يا عم، اتق الله، اتق الله في دين الله. اهو اهو يا اخوان انا ما جبتش حاجه من عندي، اهو اهم دول بقى اللي انا بقول عنهم اهل الفتن والشقاق والقلاقل والعياذ بالله. يا اخي العياذ بالله منك انت يا راجل. يا اخي ده انت ناقص تقول للناس ادخلوا في جيوب العمده يرحمكم الله. وبعدين مين قال ان طاعه ولي الامر مطلقه؟ طاعه ولي الامر مطلقه، طاعه ولي الامر مرتبطه بالامر بالمعروف. ولذلك لم يكرر كلمه اطيعوا مع اولي الامر، ده بالعكس ده قال ايه؟ لو حضرتك بس تبص في الايه هتكتشف ان الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يعني الاختلاف مع الحاكم نرد لله ورسوله. وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: ان امر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له واطيعوا ما دام قادكم بكتاب الله. اهو قلتش حاجه يا اخوانا، باين دلوقتي ان الناس دي اعداء الحاكم، وباين كمان مش بس كده انهم الات اعداء الحاكم. يا راجل بلا بان بلا ما بانش، والله ما باين غير بلدتك انت وعدم ضميرك يا اخي. يا راجل نسيت لما رحت لك البيت لقيتك غمران وواقع وروحك راح تطلع. يا شيخ محمود هو الشيخ اللي جاي من مصر هيوقع بينا وبين بعض ولا ايه؟ اي أيوة والله كلامه صحيح، ده حتى الشيخ بتاع مصر ده ولا بنحب كلامه ولا حتى خطبته. لا مع احترامي للشيخ محمود، الشيخ عيسى اعلم من الشيخ محمود لانه دارس وفاهم. انت بس بس يا اخويا انت كمان بلا دارس بلا عالم. ما تتلم يا علي. تتلم يا علي. اتبسطتوا يا شيوخ الفتن، اتبسطتوا وعملتوا اللي نفسكم فيه، خليتوا الرجاله والشباب هيمسكوا في بعض في بيوت الله. شوف يا اخو الراجل وضلاله. اسمع يا عم اللي عامل شيخ انت، الخطب والدروس اللي في الجامع مسؤوليتي انا،
ومش هسمح لك تاني انك تخطف في الناس او تديهم دروس. اشهدوا يا ناس، اشهدوا ياللي سامعين، ياللي برا الجامع وياللي جوه الجامع، الشيخ عيسى عبد التواب محمد اللي مش من بلدنا جاي من مصر عشان يمنع ناني من نقول الحق في بلدي. اوعى اوعى حضرتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ناس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما تهمني بقى يا بنت في ليلتك دي. ده ده انت اللي بيجري في دمك ده. ايه يا راجل احمد ده؟ ايه بقول لك، شتمتني وشتمتك، شتمتك يا اخويا، ولا همها حد ولا محتاج، وسابت الدوار وخرجت في 60 ده. ياك تروح ما ترجع يا اخويا. في 60,000 داهي بس حقي انا، لازم اخد منها حقي. انت تجيبها لي واخد منها حقي بايدي واسناني، يا اما كده يا اما هسيب لك الدوار وامشي. اه ايه ده؟ في ايه؟ اه يا بطني. مال؟ اه يا بطني. مال بطنك؟ في ايه؟ بطني يا عمدي مش قادر. طب تعال تعال استريح على السرير. في ايه؟ اه يا بطني. على بالي. اه ايه في ايه؟ حسب ايه؟ عايزه نظيمي، نظيمي. اه يا بطني. نظيمي؟ طيب. اه انا باينني بسقط ولا ايه؟ اه يا بطني. هذا زفت انت وهو؟ انت غفير؟ انت هذا كم؟ ايوه ايوه جنابك، خير يا عم دقمر. تروح في التو والحال تجيب البنت نظيمه هنا اهو. نظيمه؟ دي دلوقتي يا عم ده؟ يبقى اخد الكريته بقى. لو انت لسه ما جيتش يا ولد. هي الست فاطمه يا عم ده هتولد الليله؟ يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا ابو العمده الصغير. العمده الصغير؟ حلو قوي ابو العمده الصغير دي. انا ابو العمده الصغير. ايه؟ يا بطني. ايه حسابها دلوقتي؟ بموت يا عتمان، بموت. سلامتك يا بطه، الف سلام. خايف عليا يا عتمان؟ ايه السؤال البايخ ده؟ يا بطني. هو مفيش حد في الدوار ده يعمل لي ينسون؟ لا. طب ما تعمل لي انت يا عتمان لحد حتى ما نظيمه تيجي. ماشي حاضر حاضر. تسلم لي يا اخوي. يا بطني. يا بطني. يا بطني. يا رب يا رب، انت اديتني كتير قوي يا رب. ما تضمني في الواد ده، ده اللي انا بترجاه من الدنيا، العمده الصغير. يا رب يا رب اكرمني يا رب بكرمك الواسع، يا رب كرمني يا رب. اي اوامر تانية يا ابو العمده الصغير؟ اخفى يا ولد. ها امشي. ها خير يا عمدي؟ الست فاطمي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من ناني. ايه يعني من ايه؟ هو انا اللي اعرف يا وليه؟ وما انا جايبك انت ليه؟ اطلعي شوفيها عندها ايه وقولي لي. حاضر. وطمنيني. حاضر يا عمدي حاضر. يلا بالعجل، يلا انا واقف استني اهو اهو انا مستني. يلا. واليانسون غلي ولا رخص؟ لا غلي. ايوه يا رب كرمني يا رب، دي اللي انا بترجاه من الدنيا وانت عارف. خير يا ست فاطمي؟ العمده بيقول لي انك تعبانه، فيكي ايه؟ تفهم من بقك يا بت، انا زي الفل، بس انا عايزاكي لما العمده يسالك تقولي له انني في خطر، وان المولود كمان في خطر، عشان هو مزعلني وقاهرني، وتفهميه ان الزعل والقهر دي غلط علي وعلى بطني كمان، وممكن يمرضه. وماله؟ هقول له هقول له، لكن ليه ده كله؟ هو ايه اللي ليه؟ انت بتسالي ليه يا وليه انت؟ انت تعملي اللي انا اقولك عليه وبس. حاضر يا ست الستات، انا من ايدك دي لايدك دي. وحسك عينك اسمع انك فتحتي بقك ولا قلت كلمه من اللي انا قلتها لك دي. قلبك ابيض يا ست الستات، ده انا قدمتك. اما نشوف. يا بطني. ايه يا نظيم؟ الواد جرى له حاجه؟ واد بقى ده كل همك يا اخويا؟ لا انت طبعا اهم عندي من مليون واد. ما تنطقي يا وليه الواد جرى له حاجه. بدل اللي شايلاه سليمه وكويسي يقبل اللي جواها سليم وكويس. يعني ايه؟ فاطمه فيها حاجه ولا ايه؟ هو اهم حاجه يا عمدي ما تزعلهاش، ما تفورش دمها. زعقه كده او زعقه كده الواد يجرى له حاجه بعد الشر،
وكلها كم شهر وتخلف، واحنا عايزين الواد ينزل سليم. وانت يعني عماله تقولي الواد الواد، تشعرفك ان هو واد مش بيت؟ ايوه واد ان شاء الله. يعني انت عرفت منين؟ صدرها حامي ورجلها مليانه ما شاء الله. وكده يبقى واد يا بيت؟ ايوه، ويمكن كمان توأم، يعني ولدين. يعني ولدين؟ ايه ده، ده انا كنت مستني واد. يا سلام، ولدين عمدتين صغيرين كده يا فاطمه. المهم اهم حاجه تتغذى كويس، يعني تاكل زعفر. ماني بتغذى كويس وانا مش حارم نفسي من حاجه. مش انت يا عمدي، هي مش هي اللي شايله دي، بتاكل لنفسها وللواد كمان. ايوه. تعوزوا مني حاجه؟ متشكريه. هو ايه اللي متشكريه؟ اديها حلاوه البشاري. خدي. ايه ده؟ قرش بحاله؟ انا هخليه لحد ما انزل البندر اخد بيه تصويره. ده انت عمرك ما عملتها يا عمدي. اه يا بطني اخسى عليك يا نظيمه، الضحكه وجعتني. شفتي الضحكه وجعتها؟ هاتي هاتي اجيب ايه؟ هاتي، مش عايزين وجع. لسه بتقول التعب وحش والوجع وحش، روح شوف وراك ايه. حاضر. ايوه مش عايزه منك حاجه. ليه كده بس؟ شفت اهي، قالت لك ان الزعل وحش عشاني، وانت كانك حالف تموتني اني واللي في بطني. انا برضه موت الواد اللي انا بسترجاه واستمناه من الدنيا. ايوه يا اخويا، ما انت مزعل امه، واني بقى زعلي مش هيروح غير لما تكتب لي الفدادين اللي انا قلت لك عليه، وكمان تجيب لي مناخير حافظه الارض. يا كده يا اما هموت انا والواد من الزعل. غالي والطلب رخيص، كل اللي تأمري بيه واللي تشاوري عليه يبقى بين ايديك يا ام الواد. واد ايه دي بتقول ولدين؟ عمدتين صغيرين. شفت يا فاطمه، هيبقى عندنا عيال صغير، يعني واد كده وواد كده. احنا نسميهم ايه؟ نسميهم حسن وحسين. لا نسميهم حسنين الاثنين. ايوه يا حسنين يجوا الاثنين، يا حسنين يروحوا الاثنين، يعني يبقوا الاثنين حسنين. انا هعمل لهم عيد ميلاد في الطهور اللي هو يوم السبوع، اعمل لهم ليله ولا الف ليله وليله، بس يعني هنعملها كده مع نفسنا هنا عشان المصاريف. وبعدين الواد ده انا هوديه يطهر في البندر، مش هطهره هنا عند زناتي، عشان زناتي ده بيحف. السلام عليكم. ايه ايه هي عزومه؟ في ايه يا عم؟ روح اقف هناك عند الكاريت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عمدة، أهلا، نورت بيتك ومطرحك. إيه مبروك اللي حصل عند الجامع امبارح؟ اسكت يا عمدة، اللي حصل ما يتحكيش. خد بالك يا عمدة، الشيخ محمود والشيخ عيسى بيقلبوا البلد عليك، وأهل البلد ما تأخذنيش يعني ما بقوش زي سابق، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم. كمان العيال الشباب الصغيرين دلوقتي بيتكلموا في الصح وفي الغلط وفي حقوق الفلاحين وأبصر إيه ومدرك إيه ويامي. أيوه أيوه أنا واخد بالي. واللي عايزك تاخد بالك منه كمان الواد ابو العيله يا عم. ابو العيله كبر وبقى يتعمل له حساب، وانت يا سبحان الله الحساب اللي بينك وبينه تقيل قوي يا عم. انت مش واخد منه فرخه ولا كرباط، ده انت واخد مرض وعتمان، واخدها غصبانيه. ايه ايه التخاريف اللي انت بتقولها دي؟ تخاريف ايه يا عم؟ قال له وفي حد معانا يا جدع انت؟ ده انا وانت اللي قاعدين مع بعض، هنكذب على نفسنا ولا ايه يا عتمان؟ قال لا يا جدع انت، ده احنا خابزينه سوا يا عمدي. بصي بقى، انا ما كنتش هاجيلك ولا خط عتبك دارك ده ابدا بعد اللي حصل بينا. بس لولا الغفير كامل جالي وحب على ايدي قلت ما يصحش، لازم اجي. انا زمان كنت بغير منه عشان ستات الكفر بيحبوكي بيتمسحوا فيكي عايزين يتونسوا معاكي. دي كانت حفيظي،
انما دلوقتي انا زيهم عايزه اتمسح فيكي، نفسي اتونس معاكي. ازاي يا علوان؟ والله العظيم عايزه علوان ياخد حقه بما يرضي الله. انت اللي بتقولي كده يا حفيظه؟ خليكي جنبي يا فهيم، محدش جنبي، انا بقيت لوحدي، انا عارفه اني كنت وحشه مع كل الناس، بس انا عايزاكي جنبي. عايزة أشكي لك وجعتي، نفسي في حضن يا فهي. ما تزعليش مني. زعلانة يا عبيد؟ ده انتي أختي. قهوة النعم. يا جماعي أنا قصدي مصلحتكم كلكم. طب قول لي أنت يا لملوك، خدت إيه من الأرض اللي أنت ماسك فيها بإيدك وشنانك دي علشان ما تسيبهاش؟ وهو في حد يبيع أرضه برضك يا سابو العلي؟ دي هي اللي بتوكلني. بتوكلك إيه إن شاء الله؟ يعني أنت يا راجل أنت مش شايف الناس وحالها؟ طب انت يا شيخ اخر مره اكلت فيها حته زفر كان امتي؟ زفر ايه بس يا عم ابو العلي، انت عارف ان الارض اهم من كل اهم حاجه. اهم من ايه؟ اهم من ايه يا جدع انت؟ ايه انت عندك كام قراط؟ اتنين تلاته اربعه هتاخد حقهم على داير المليه وزياده كمان، وتاخد الفلوس دي وتروح تفتح لك دكان تبيع لك وتشتري فيه زي ما انت عايز، تبقى سلطان زمانك ولا توسخ هدومك ولا ظهرك ينح عليك، والفلوس اللي هتجيلك دي هيفيد منها كمان، تروح تدهن بيتكم بالبويه وتبقى قاعد ولا اكنك في السراي. ايه اخدت تاني ايه من الشغل في الطاحونه والشغل في ارض غيري؟ ولا حاجه. طب قول لي انت يا شيخ، عليك كام لغيرك؟ ايه مديون بكام ومش عارف تسد؟ كتير والله يا ابو العيلة. انا قلت اللي عندي يا جماعه. ايوه والله، وانتم احرار، الله اعلم، ربنا كرمنا والحمد لله السنه اللي فاتت وعرفنا نشتري المحصول كله، محدش داري بقى السنة اللي جاي هيحصل ايه، ان كان اصلا الارض هتجيب محصول ولا لا. اهه، وان جابت محصول حد ضامن يبقى معاه قرشين علشان يشتري، الله اعلم. ما ده يا كمان لا دودة تاكل المحصول، هنعمل ايه؟ يبقى خراب ديار علينا كلني. انا لو خدت كبار مش هيبيعوا يا عم ابو العلي، هاخد نصيبي ابو حولة، يا ريت تشغلني وياك. أنا يا جماعة اللي عايز يبيع أنا تحت أمره، أنا هروح أتصل بالراجل دغري وهقول له أهو الأرض أهي، هيجي يشوفها هي عيني، عجبته هيشتريها، عجبتوش خلاص بقى. بس أنا أضمن لكم إن أنا أجيب لكم أعلى سعر إن شاء الله وبعون الله، عشان أنتم أهلي، أهل بلدي. أي والله أنا ليا مين غيركم؟ قوموا يا جماعي، قوموا بيني، إحنا هنتغدى عندي في الدار النهاردة عشان يبقى عيش وملح. يلا يلا سيب الشاي دي تعالي. آه يا عيني، يا بنتي مش قلنا بلاش مجهودات وبلاش مروح عند حمدية وشيل وحط؟ انت تروحي هناك تقعدي كده ست الستات، ولا تشيلي ولا تحطي، تشهللي الشغالين هم يشتغلوا. انا بس خايف على اللي في بطنك العمدة الصغير، وعشان انت كمان ما تتعبيش. انا مش تعباني، داني مبسوطة اخر انبساط، واللي بيزود انبساطي لما الاقيك انت يا توتو يا نور عيني رايق ومتهني. ايه ايه؟ طب قولي لي بقى هتعملي ايه في دار حمديه دي؟ اوعي تقولي لي هتروحي تقعدي هناك، لا اتدوري اهو، وحافظه بطلت تنقرك بعد ما ربنا لهاها في اللي هي فيه. انا كنت قاعده مع نفسي كده يعني،
قوم تفكيري هداني لفكرة بريفكس. اللي هي ايه؟ احنا نعمل دار حمدية زريبي. ايه يا ولية نعمل الدار زريبي؟ ايه ايه ومالك مستغرب كده ليه يا عمدي؟ وكمان مش عايزانا استغرب. لا يا حبيبي انت تستغرب زي ما انت عايز، اصل انت كده يا عتمان ساعات مخك يروح راكن على جنب وما يفكرش. يفكر في ايه بقى ان شاء الله؟ هما مش اهل البلد المفروض يسدوا المديونية اللي عليهم اليومين الجايين دول؟ ايوه. واهل البلد ما حالتهمش اللاضي، ساعتها بقى احنا ناخد منهم رهنيه، والرهنيه دي هتبقى ايه؟ اكيد لا كرادين ولا ذهب ولا فلوس، الرهنيه دي هتبقى بهايم، والبهايم عايزه ايه؟ البهايم عايزه زريبه، والزريبه هتبقى فين؟ هتبقى في دار البت المدعوقه حمديه. ايه دي؟ انت بتجري ورا ايه يا بنت؟ انا نفسي اعرف. أنا عايزة أأمن مستقبل العمدة الصغير، ولا أنت مش عايز؟ لا عايز. على فين يا عتمتي؟ رايح للزفت المأمور، عايزه في كلمتين. ربنا معاك يا حبيبي، تروح وتيجي بالسلامة. إيه بقى أنت خلاص بلغتلي في المكان ده ولا إيه؟ أقول لك إيه؟ سيبني في حالة الله يخليك، الحكاية مش ناقصة. قومي من هنا. إيه؟ أقوم أروح فين بس يا راجل أنت؟ أنا كنت سايبك لما كان البيه مفتش الراي كان مسافر، لكن هو دلوقتي رجع. إيه؟ ما يرجع يا أخويا، ألف حمد لله على سلامته، وأنا حمنع يخش دار وما يدخل. يا ست بقول لك قومي أحسن لك. أحسن لي؟ يعني لو ما قمتش بقى هتعمل إيه؟ أنا مش هعمل حاجة، البيه لما يرجع هو اللي هيعمل. إيه؟ هو كل واحد نفسه في حاجة يعملها في مركز من مراكز المنصورة، ما يلاقيش غيري أنا ويعملها فيي، مش كفاية اللي الدنيا عاملة فيي أنا والعيال؟ الراجل ده واثق وكلمته مسمعة في المنصورة كلها وإيده طايلة، وممكن يشرد عيالك دول كلهم. بس بس يا أخويا بس، يشرد إيه؟ ما هم مشردين أهو، الدنيا مشردانة. بس خلاص يلا يا عيال يلا، كتر خيرك يا اخويا. يلا يا بنت انت وهي، يلا قومي قومي تحتحي يا بنت الكلب، قومي امسك اختك، قومي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اشوف فيك اليوم يا فاطمه، حسبنا الله ونعم الوكيل. امسك يا بنت امسك، يشرد مين يا اخويا؟ يشرد مين؟ امسك يا بنت، امال ايه اللي عايزاه هنا؟ اوعي اوعي، امسك يا ولدي على كتفك، تعال تعال اشوف فيك يا يلا يا بنت، يلا قدام يلا يا بنت. اهلا يا عمده. ايه يا سيدي، وشك ولا وش القمر كده اهو؟ يا اخونك العيش والملح والشطير المفلتت، ولا حتى تبعت مرسال يسال؟ ما انت عارف بقى يا عمده حكايه الواد الغفير ده اللي قتل جوز البنت اياها، واخده كل وقتي. يعني امشي انا بقى عشان سعادتك مش فاضي؟ لا ما صحش. لازم تشرب الشاي الاول. اوعى تكون سعادتك فاهم انني نايم على وداني ومش دريان باللي بيحصل حواليا في البلد. لا انا صاحي وفاهم كل حاجه ومفتح قوي، وعارف انك كل يوم والتاني بتروح عند اللي اسمه ابو العيله واللي اسمها راويه دي، وانا شايف كده انك بدات تخلع ايدك من ايدي وبتتزفلط مني. ايه الكلام ده يا عمده؟ هخلع ايدي منك ليه؟ شوف سعادتك، اللي بيني وبينك مش مأمور وعمده، لا اللي بينا حاجات ياما تودينا انا وانت في دوامه. انا مش بهددك، انا بس بوعيك ان مصلحتك معايا، انا اللي باقي لك مش حد تاني. وايه مناسبه الكلام ده يا عمده؟ مناسبه الكلام ده يا سيدي ان انت متغير ومتغير على الاخر، وشوف سعادتك بقى اللي اسمه ابو العيله دي أنا ممكن أدوس عليه برجليا في حاصف في الأرض، واللي اسمها زفتة دي ممكن أخلي حريم البلد تضربها بتبولك. هدي أعصابك يا عمدة، هما كانوا عملوا لك إيه بس؟ هما كانوا عملوا لي إيه؟ شوف سعادتك، أنا اللي باقي لك ومصلحتك معايا أنا، وخلي بالك إن أنا عمدة البلد دي كلها،
أنا عتمان وكلمتي مسموعة، وبكلمة واحدة مني أخلي أهل البلد يلموا الاتنين دول يكتفوهم ويولعوا فيهم بجاز قدامك. لا يا عمدة، أنا عارف إنك أنت مش في وعيك، عشان كده بتقول كلام أنت مش عارف نتيجته إيه. بس خد بالك، أنت كده بتهدد ناس محدش فيهم عمل لك حاجة، ولا حد فيهم مسك بطرف. أنا بنبهك بس. لا كويس قوي إن أنت بتنبهني، كويس قوي قوي. شوف بقى، أنا في حاجة ما كنتش عايز أقولها لك، بس دلوقتي بقى لازم أنا أقولها لك. سلام عليكم. دي حلو تاكلي رز؟ بالهنا والشفا. مالك سرحانة في ايه؟ العيال بقوا يحبوك يا حفيظة، وزي ما هم ولادي ولادك انت كمان. أنا مش قادرة أصدق يا أختي إنك تقعدي كده وتلميهم حواليكي وتأكليهم كمان بإيديكي. أنا بقيت بحبك قوي يا حفيظة، بس يعني أنا عايزة أعرف يعني هو إيه اللي حصل كده وغيرك؟ أحسن أنا يا أختي كده دماغي هتشت مني. الصغيرين دول اللي باقيين لي يا فهيم، الكبار خلاص كل واحد في راسه مصيبة كنت أنا السبب فيه، مش حينسولي ولا حتى في عمرهم اللي باقي كله. إنما دول الصغيرين دول الخير اللي هعمله معاهم هيفضل وياهم العمر كله، مش هينسوه. ينفع الاثنين يقعدوا معاكي؟ تاني البت دي بتحب تاكل العظم، بتحب القرايش؟ يو بتاكليها ايه يا فهيم؟ خدي يلا من امك حفيظه، خدي يا بت خدي العظم يا هبله وخدي اللحم. يا هبلي جاتك نيله طالعه لامك. جاتك ايه يا حفيظ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله منك لله يا فاطمه، منك لله. إلهي تتكسحي، ما تقومي من مكانك. إلهي تشوفي الذل اللي أنا شفته أنا وعيالي. رجعت هعمل إيه؟ هروح فين وأجي منين؟ هعمل إيه بالعيال دول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أشوف فيك يوم يا فاطمة يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اعمل ايه واروح فين بس يا ربي؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ بكم اللحم اللي ورايا يا ربي اعمل مالك يا عتمان؟
لو تقولي بس يا اخويا فيك ايه؟ انا قلقان قوي من ناحيه المأمور يا فاطمه، ما بقاش معايا زي الاول، ودي بقى بالذات انا مصاريني كلها في ايده. يعني ما هوش السيد، ممكن ارتب له ترتيب وارميه في السجن واخلص منه. انا خايف. الخوف يا اخويا مش من المأمور بس، الخوف من المأمور ومن حفيظي ومن علوان ومن فهيمة ومن البلد كلتها. الخوف على الواد اللي جاي ده يا عمدي، على ابنك اللي هيشيل اسمك وحيورثك بعد عمر طويل إن شاء الله. أنا خايفة عليه قوي، خايفة عليه قوي يا عتمان. أنا خايفة يا أخويا لا يموتوه قبل ما يشوف الدنيا. ده اللي يفكر يهوب ناحية ابني، ده أنا أطخه. هتاخد ايه؟ ده انا اقطعه حتت حتت كده وارميه للكلاب. ايوه يا اخويا صح طبعا، عشان كده بقى يا عتمان احنا لازم نعمل حساب لبكره. ايوه امال ايه، لازم نعمل حساب لبكره. ما تلم الدين. ايوه انا الاسبوع الجاي الم الدين، واللي ما يدفعش بقى ارميه في السجن بالقانون والاصول، واللي معهوش بقى يدفع وعايزنا نستنى عليه شويه يورينا بقى اذا كان معانا ولا مع غيرنا. يا سلام، ايوه كده، براوة عليك يا عمدة العمد. البلد دي لازم أن تتمسك بايد من حديد، عشان تعرف، بس عشان تعرف انك ملكش غير فاطمه وابن فاطمه. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو ويعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مديت إيدك. وإن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مدت إيدك. مط يلا بينا أنت وياه ونستعان عالشاب الله، وهو اللي في الإثنى طولنا واللي ما فيش إن شاء الله مجال. مدام بتلقى عش وغموس يهمك إيه تفضل منحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقول لي لا خيار ولا فاقوس. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك. طب والله ما احنا عارفين نرد جمايلك دي ازاي يا شيخ عيسى. ولا جمايل ولا حاجة. انا قلت البيت راحت وما عادش منها راجل، لكن ربنا جاب الشفاء على ايديك يا شيخ عيسى. ربنا هو الشافي يا ابو الحاج. وبعدين مناره ما كانتش عيانه ولا حاجه، كل الموضوع ان نفسيتها كانت تعبانه شويه. نفسويه ايه بس يا شيخ عيسى، ده انت اللي طيب. ده انا كنت قلت خلاص عليه العوض ومنه العوض فيه. لا عليه العوض ايه، دي مناره دي. عايز تقول حاجه يا شيخ عيسى؟ انا بس عايز اقول لكم ان انا ليا اخ وحيد قاعد في القاهره مع والدتي. انت عايز تقول ايه بالظبط يا شيخ عيسى؟ ما تقول على طول كده. انا عايز اتجوز بنتكم مناره. باع واسقط وتنازل. الحاج محمد ابراهيم حسين عن حصته في قطعه الأرض الخاصة به، وتم استلام ثمنها بالكامل. هات الختم يا حاج. اتفضل. اللي بعده. خد يا جابر اما اقول لك، خد اللي بعده. يا حاج. ايه يا عم ابو العيلة تحت امرك. وريني كده يا ولي، دي ورق الحيازي. معلش ماني مش عارف. اطمن الورقة اهو.
انا عملت خناقه مع اخويا الكبير وخليته عزل نصيبي والعقد اهو. وماله علي العاق؟ بعلمك باقي اخواتك كلهم هيبيعوا برضه. ده انا عملت ختم ليا باسمي، امال ايه؟ طب خد الورق بتاعك اهو. حاضر. روح بقى ايه اختم اهو، يبقى العوزه الختم بتاعك دي، وخد فلوسك. حاضر. بس انا شويه جابر في الخدمه بتاعك حاجه. ممكن ولو فيها رساله اتحطت وياك على جنب حبه يا ابو العلب. ايه انت مين؟ ايوه الغفير كامل. عايز ايه العمد؟ العمد ايه العمد؟ واكل حقش، واكل حق في محصول حته الارض بتاعتك واخويا وبتاع اخويا وبتاعتي، بيلهف محصولها اللي بيشقى فيه الواد اخويا شقى الدنيا طول السنه، ما بنتحصلش منه ولا على نص ثمن المحصول. وانت جاي تقول لي انا الكلام ده ليه؟ انا مالي؟ انا مش فاهم قصدك. لا فاهم، فاهم قصدي كويس يا سابو العلب. ايه فاهم؟ انا هبيع لك حته الارض ديش. ايوه هبيع لك حته الارض، بس سايق عليك النبي، سايق عليك كل غالي وعزيز، ما تظلمني في ثمنها زي عثمان الكلب ده. انت عملت الصح يا كان، واني هشتري منك حته الارض دي وهديك فوق ثمنها زياده من عندي عشان ما اظلمكش. يبقى كتر الله الف خيرك. وهي الارض دي ليها ورق؟ ايوه ليها ورق اهي، ومختومي ختم ميري. ختم وباسم مين دي؟ باسمها انا واخويا واخويا واني. واخوك هيبيع؟ هيبيع على بركة الله. خلي الورق معاك، وقف في الصف وبقى فوت يا كامل، يبقى فوت. احنا شكلنا هنعمل مصالح كتير مع بعض. حاضر جنابك. امسك يا حاج حقك اهو. هات يا جابر. اتفضل. ده العقد ده. فين الخدمة حبيبي؟ هات. خلصنا. تحت هنا. تحت المستلف. اللي بعده تختم ولا بتبسط؟ تمضي. شاطر قوي. صحيح يا ولد، بيمضي الفلاحين؟ ايوه جناب العمدة، بيمضيهم وبيبصمهم وبيختمهم وبيمضيهم ويختمهم. خلاص انت هتلحنها هتغنيها. خلاص تعالى يا ست اسمعي، غنيلي سمعها. هتغنيلي ايه؟ دي مش غنيوه يا ست فاطمه. امال ايه؟ خبر وحش. خير كف الله الشر. طب امشي يا غفير، انا هفهم من العمده كل حاجه. غني لها الخبر يا عمده. خير يا عثمان، فيه ايه يا حبيبي؟ بيمضيهم ويختمهم ويبصمهم. لا لا لا، الحكايه كده كبرت وزادت وخرجت عن حدها وما عادش فيها صبر. ايه مالك يا عمده؟ فيه ايه؟ ما تتكلم كده على طول وتفهمني. ايه زفت الطين اللي اسمه ابو العيله والحربان نتاع اللي معاه دي؟ بيشتروا اراضي الفلاحين وبيمضوهم على الكشف وبالمفتشر كده قدام الناس. وهاني لو ضامن المأمور الزفت دي كنت رحت طربقتها فوق دماغه ومجرجرتيه ومخليت اللي ما يشتري يتفرج عليه. لكن المأمور بانه خايف منهم بصحيح. انا يعني كل اللي مجنني الفلوس اللي بيشتروا بيها الاراضي الكتير دي جابوها منين؟ وانت كل ده يا عمده معرفتش جابوها منين؟ هيجيبوها منين يعني غير من اللي ما تتسمى اللي يا رب يا رب يبلعها حنش قدر يا كريم اللي اسمها راوي. طب وايه العمل بقى؟ اقول لك اني بس اقعد كده واسمعني على رواقي. اها قول. شوف يا اخوي، عدوك اللي ما تقدر عليه صاحبه وامشي على هواه لحد ما يجي اليوم اللي تركابه وتدلدل رجلك كمان. يعني ايه؟ ما تقول المفيد كده خلينا نفهم. احنا مش اليومين الجايين دول كده هنقلب البلد كلها عشان الدين اللي على الفلاحين ليني؟ ايوه. ايه بقى علاقة الدين ده بابو العيلة والزفتة اللي معاه؟ هو مش ابو العيلة داير عمال يشتري اراضي الفلاحين؟ قوم بقى اللي بيديهولهم هو باليمين، احنا نطالب بالدين اللي عليهم وناخده بالشمال. او ايه؟ قولي يا بنت قولي، بانك انت هتجيب المفيد بصحيح. نتفق نجيب الفلاحين اللي عليهم دين ونمضيهم تنازل عن ارضهم، يا كده
يا إما يتحبسوا، ساعتها بقى زي ما أبو العيلة داير عمال يلم في أراضيهم، إحنا كمان نلم زيه وندخل بقى معاه في قواضي ومحاكم، ونوقف له المراكب السايري، ونخلي الأرض بتاعته واقفة كده زي ما هي، لا عارف يزرعها ولا عارف يقلعها. ها وبعدين؟ لا ما فيهاش وبعدين، يا إما كده يا إما يا إما إيه تاني؟ هي لسه فيها إما. أيوة أمال إيه؟ نجيب أبو العيلة ونتفق معاه. لا 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 إيه ده؟ كله إلا كده؟ ما بقاش إلا الممسوخ ده كمان اللي أقعد أتحدث وياه، ما كنت بتتكلمي حلو، ليه بتخيبي كده؟ طب عقلها يا عمدي، عقلها يا اللي مخك يوزن البلد كلها، المأمور بقى عايم على عمهم ليه؟ وليه بقى داخل خارج عليهم كده؟ عشان خلاص عارف اللي فيه، عارف إن اليومين الجايين دول بتوعهم، وإن في فايدة جاية من وراه، ومحنا بقى بحدائي لازم نعمل زيه ونصاحبهم إحنا كمان، وإذا فكروا إن إحنا خايفين منهم ولا مستقوينهم يسيبهم، نسيبهم يا أخويا كده يفتكروا اللي هم عايزينه، المهم يصدقوا إن إحنا خايفين منهم بصحيح، وإن إحنا عايزين نبقى إيد واحدة معاهم، قوم ساعتها نكوش على البلد كله، أنت بسلطانك وبمداسك اللي فوق رؤوس أهل البلد كلهم، وهم بمالهم السايب اللي دايرين يبعتروا فيه يمين وشمال، ساعتها بقى هنبقى حكمنا البلد وطوقناها كده بإيدنا الاتنين ونعمل ما بدلني كده ولا لا؟ خد بالك يا عمدي، كل واحد وليه يوم، واللي يجي يومه عايش في ظله كده ولا مش كده؟ ايه دي؟ ايه التفكير ده؟ ايه العقل ده؟ ده انت الشيطان يجي عندك يقلع دماغه ويقولك منك نستفيد. تربيتك يا عمدي تربيتك. استنى يا كامل، عايز ايه يا وائل؟ اتريزي هنا استناني لحد ما بلغ جناب العمده حاجه واجيلك تاني. طبعا انت كنت جاي تبلغ العمده ان ابو العيله ومراته والابوكاتو بيبصموا الفلاحين عشان يبيعوهم ارضهم. لا ايوه كنت هو كده. تلاقيك عرفت يا وائل. لا ما عرفتش، انا شفت بعيني. شفت ايه؟ بس اياك يكون ابو العيله بقى اداك قرشين كويسين في حته الارض بتاعتك انت واخواتك. يا ريس وائل، احب على بلغتك اوعى يكون عيط ما نعرف حاجة ولا حيعرف. انت يا زفت يا اللي اسمك وائل. انت يا وائل يا اللي اسمك زفت. حاضر يا حضرة العمدة. شفت عمره ما قال لي يا سي وائل ولا حضرة الغفير وائل، راجل واطيب صحيح. ايوه مش بندع عليك يا زفت الطين انت. ايوه يا ماني كنت جاي اهو يا حضرة العمدة، لسه كنا بنجيب في سيرتك. اسمع بقى، تاخد ديلك في سنانك جري وتروح لسيدك ابو العيله. سيدي مين؟ زي ما سمعت يطرش سيدك ابو العيله، تقول له جناب العمده بيقول لك اتفضل اشرب معانا الشاي، وشوف هقول لك ايه وتعالى جري قول لي. حاضر. سيدك ابو العيله حلوه. لا وايه؟ تعالى اشرب معانا الشاي. عجايب يا اولاد. المصالح المصالح يا كامل. ابو العيله وفطني دول زي ما يكونوا اتبدلوا، بقوا ناس تاني. دول حتى يوم ما بيتكلموا ويتعطفوا علينا بيكلمونا كانهم مش شايفيني ولا سامعيني، زي ما يكونوا شايفين قدام عينيهم حاجه واحده بس ومش عايزين يشوفوا غيره. ابو العيله وفطني دول حتى ما بقوش عارفين عيالهم يا ولداه. خدي خدي. في ايه يا زينب؟ الحقي حاسه البنت سخنه نار. ادي اللي كنت عامل حساب تكون البنت جالها الكوليري. الكوليري دي بتموت موت كده. يا اخويا انت هتفاول عليها انت التاني، شوف لك تصريف. انا هوديها لابو العيله هو اللي يتصرف. والعيله ده ايه؟ خدها لفطني. بقول لك ايه، روحي انت لفطني وانا هاخد البنت دي اروح بيها على مستشفى المركز، بس على الله حكيم باشا يكون موجود. تعالي يا بنت يا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. البنت تجري لها حاجه ونشيل احنا ذنبها دي. ربنا يجازيكي بقى يا فاطمه انت وابو العيله. يلا يا واد يا محمد. يلا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي النور، اتفضل يا شيخ عيسى. يا رب يا ساتر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. خير يا ست حفيظه؟ اني شيعت لك، اصلي كنت عايزك في موضوع مهم. تعرف يعني الدنيا بتاخد الواحد، واصلا يعني
عايزه تقولي ايه يا ست حفيظة؟ انا عمري ما قريت في كتاب ربنا، وما كنت في المدرسه الابتدائي الالزامي لما كانوا بيقروا القران ولا كنت اقرا ولا كنت احفظ، وانا وحيده ابويا وامي، كنت دلوع، كان كلهم يمشوا ورا كلام، وانا ما بمشيش غير ورا كلام شيطان. لما بدات حاسه زي ما يكون واقف بيني وبين كتاب ربنا، نفسي اقرا في كتاب ربنا، نفسي اتعلم منه. عال قوي يا ست حفيظه. طيب في حد في البلد بيحفظ كلام ربنا؟ قالي ما اعرفش حد، بس كان في واحد عجوز قوي ساكن شرق الكفر، مش فاكره كان اسمه جنادي. ايوه جنادي. وجنيدي ده عايش لوحده ولا معاه حد؟ طول عمرنا بنسمع ان هو عايش لوحده. طب تروحي لجنيدي ده، هو يحفظك ويفسر لك ويعلمك القرآن وانت ترعيه وتخدميه. ايه اخدمه دي؟ مالك انت خدتي ليه يا ست حفيظة؟ الموضوع ابسط من كده. مش تخدميه يعني تبقي خدامة، لا، انت هتزكي عن صحتك وعافيتك، هترعيه، وده اللي هو محتاجه، وهو كمان هيديك اللي انت محتاجاه، هيحفظك. وعلى فكرة انت الكسبانة في الحسبة دي. وماله اخدمه؟ ده ممكن جنيدي ده يكون سبب رضا ربنا عنك. الله، هو ده كل منايا من الدنيا. واكيد جنيدي مش هيحفظك ويعلمك القرآن وبس، اكيد هو بيتكلم معاكي، هيعلمك كل اللي عاشه طول السنين دي، يعني هيديك المعرفة، المعرفة اللي هي أغلى نعمة من نعم ربنا. يا ريت يا شيخ عيسى، كل منى يا ربنا يرضى عني، بس مش عارفة إذا كان هيقبل توبتي ولا لا. ربنا فتح الباب لكل الناس، بس للي يدخل في رحمته. أنت صحيتي الصبح لقيت الشمس بتدفي الناس كلها وأنت لأ؟ لا. عمرك صحيتي لقيتي الناس بتتنفس هوا إلا أنت؟ لا. ربنا بيديكي كل الطرق والوسائل علشان تبقي إنسانة صالحة، إداكي عقل علشان تختاري الطريق لرحمة ربنا وما تختاريش الطريق التاني. البنت مالها يا دكتور؟ عندها ندلة شعبية حادة. ما تخافيش يا فاطمة، بسيطة بإذن الله. خلي بالك من البنت يا حنان، أول ما تفوق سايقة عليك النبي تقولي لها إنني كنت معاها. البنت عايزاك أنت يا فاطمة. طب وليه بس هعمل إيه؟ ماني معاها أهو. معاها فين بس يا فاطمة؟ دي البنت طول الليل والنهار تسأل عليكي، والواد ما بينامش الا لسانه هينبري كده من قوله ابا وام. هانت يا حنان، هانت. يا ايه بس اللي هانت؟ طول ما انت بتجري ورا اللي في دماغك ده يبقى عمرك ما تخلص يا فاطمه. والنبي بس يا حنان، بس الله لا يسيئك، انا فين اللي مكفيني؟ اللي حصل حصل بقى يا فاطمه، ما عادش ينفع. واللي بتعمليه ده لا يعدل اللي مال ولا يجبر اللي انكسر. بقول لك يا حنان، انا مش عايزه اسمع ولا كلمه تاني، ولو عيالي تقال على قلبك. عيالك عيالي يا فاطني، انا مش قلت الاصل وانت عارفه، بس انت اختي وانا خايفه عليكي وعلى عيالك، واللي بتعمليه انت وبالعيله ده مش هيأذي في الاخر حد غيركم. بس يا حنان، خلي دول معاكي، عايزاكي تجيبي كام فرخه للبيت وتعملي لها شويه شوربه. هو انا بقول لك كده عشان عايزه فلوس يا فاطني؟ انا عارفه انك مش عايزه فلوس، أنا بديهم لك عشان حسان يجيب الدواء للبيت، وبالمرة تبقوا تجيبوا لهم غطا عشان العيال ما يبردوش تاني. خدي يا حنان. يا بنت امسكي يا بنت. اه يا ماما خديني معاكي. على عيني يا حبيب امك، على عيني والله يا محمد،
بس خلاص هانت يا حبيبي هانت. المرة الجاية إن شاء الله هبأخدك معايا. خلي بالك من أختك. خلي بالك من عيالي حنان انتي وحسان. اهلا 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 يا ابو العيل، اتفضل تعال. زعلان مني اياه؟ ايه وانت برضك يزعل منك يا عمدي. صدق بتقام بالله يا ولي، انا ما اقصد ايوتا حاجه وحشه من اللي حصل ده، بس يعني اعمل ايه؟ انت عارف ولاد الحرام لما بيمسكوا ودن الواحد يقعدوا يزنوا فيه ايه ما بيسيبوهاش، وانا زي ما انت عارف لازما لو سمعت حاجه كده ولا كده اتاكد منها واتحقق. ايوه ما معاك حق والله، انت يا راجل معذور وراك حاجات كتير، وانا عارف ومتاكد انك انت يوم ما بتعمل حاجه بتعملها من غير قصد، حلوة كانت أو وحشة يعني. ما تيجي قد يا كامل. قال لا هتسيب الكرسي معفر كده نفضه يا أخي، خلينا أعرف. عناي عناي يا سابو الحيب يا عناي شباب من هنا امشي. متعازف تنت نعم ايه؟ نفض الكرسي ليه من العفر، خلينا نوع. حاضر بس بقول لك نفض مش عفر، ايه الغباء دي؟ روح. بس أنا يعني جيت للحق يا أبو العلي، زعلان منك واخد على خاطري يعني حبتين. واني مش قد زعلك يا عمدي. ليه؟ زعلان مني ليه؟ يعني يصح برضو تعمل اللي انت بتعمله انت ومراتك راوية دي؟ ايه واحنا بنعمل ايه؟ يعني انت بتشتري المحصول من الفلاحين؟ لو انت عايز تشتري المحصول تعال اقول واني وانت نحط ايدينا في ايدين بعضين، بدل ما تجري انت من ناحيه واني من ناحيه والفلاحين يشوفونا كده يعني لا مؤاخذه واحنا بنعض في بعضينا وبناكل في بعض، يوم الفلاح من دول يحس ان محصوله له قيمه يقعد بقى يتشرط. لكن لما نحط ايدينا في ايدين بعض نتفق نقسم البلد نصين ونحدد السعر اللي احنا عايزينه ونمشي الحكايه زي ما احنا عايزين. لكن الفلاح من دول لو عرف كده هيتمالع ويقعد يقول لك بقى انا عايز مش عارف ايه ومدرك ايه وابصر ايه، مش كده ولا ايه؟ كلامك سليم يا عمدي، بس السنه الجايه بقى وعليك خير. وليه السنه الجايه؟ ما دلوقتي الوقت لسه ملكني. قول لي يا ابو العيل، هو انت صحيح بتشتري الاراضي من الفلاحين؟ ايوه صحيح. طب وده اسمه كلام برضه؟ يعني انت لما تكون عايز تشتري ارض تعالى قول اني انبهك انورك اقول لك تشتري ايه وما تشتريش ايه، واخلي الفلاحين يبيعوا لك الارض اللي انت عايزها في الحته اللي تشاور عليها بالسعر اللي يلد عليك كمان. لكن بالطريقه دي كده لا مؤاخذه يعني انت بتشتري الارض دي لمين؟ ايه السؤال ده يا عتمان؟ بشتريها لنفسي يا اخي. ايوه ايوه يعني لا مؤاخذه بقى في السؤال ده كمان، يعني انت جبت الفلوس دي كلها من ايه؟ انت عايز ايه يا جدع انت؟ يهمك في ايه انا جبت الفلوس دي منين؟ ايه؟ انا خايف عليك. انا بقولها لك كده بالصريح وبالمفتشر. ايوه كده امال، هتهلي بالصريح وبالمفتشي بدل اللف والدوران، عشان اني الكلام الصريح هو اللي بيجيب نتيجه وياي. تعجبني يا ابو العيله. شوف بقى بالصريح كده، البلد دي ما تسعناش احنا الاثنين. لا مؤاخذه في دي الكلمه يعني، لازم واحد بس اللي يتحكم في البلد ويمشيه، وعلى رأي اللي قال المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ده كلام حكم يا عتمان، ومين قال لك بقى ان المركب هيبقى لها رئيسين؟ ايه ايه ما اللي انت بتعمله انت ومراتك ده يبقى اسمه ايه؟ ايه ايه بنشتري الارض يا اخي، هو حرام ولا حرام شراء الارض؟ ولا يكش يكون فيه قانون بيمنع شراء الارض واني مش درياه؟ اسمع بقى يا ابو العيلة، أنا طول عمري ملك البلد دي في إيدي، ومش هسمح لحد حتى مجرد إنه يفكر إنه يهز هيبتي قدام الفلاحين، ولا يخلي الفلاحين يحسوا إنه فيه راس تانية أعلى من راسي. الأحسن إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونتفق ونبقى مع بعضين، وليك عندي أنا يخليك ملك.
واني ما عنديش مانع عتمان. شوف بقى، انت بتشتري المحاصيل من الفلاحين، واني ليا ديون عند الفلاحين، انا هطالب بالدين. يبقى اللي انت تديهولهم باليمين اخدوني منهم ايه بالشمال، يفضل الفلاح محتاج لك ومحتاج لي. ايوه يا عمدي، بس انت مش فاهم. شوف انت، انت واللي وراك واللي معاك، اللي انا مش عايز اعرف هم مين، واني بسلطتي وباللي ورايا برضه واللي معايا واللي مش هقول لك هم مين. احنا لو الفلاح من دول اتملع علينا، قول علينا بقى يا رحمن يا رحيم. ليه؟ لان الواد من دول لو شم نفسه علينا هيبقى له مطالب وهيطالب ويمكن يعلي صوته كمان، لكن طول ما هو زي الطور كده في الساقية يبقى احنا نعرف نتحكم فيه ونمشيه. قلت ايه؟ قلت اني معاك يا عمدي. نقرا الفاتحه على الكلام ده. يا ابو الفتحي تشرب ايه بقى؟ مين؟ مين اللي جاي هناك ده؟ ازيك يا عم الشيخ؟ ان شاء الله يا رب تكون بخير. لله الحمد والعرفان. انت مين؟ اني حفيظة. حفيظة؟ حفيظة مين؟ حفيظة مرات حفيظة سليم المحمدي. حفيظة، حفيظة مرات عثمان العمدي. ايوه. انا مش هسيب الدار يا حفيظة، مش هسيب داري حتى لو جوزك ده دفن فيه. هو عايز مني ايه؟ عايز مني ايه يا ناس؟ حرام عليكم، ده انا كلها يوم ولا اتنين وربنا ياخدني ويبعدني عن دنياكم دي. انتوا ما فكرتوش هتاخدوا ايه وانتوا رايحين تقابلوا ربنا؟ هتاخدوا ايه وياكم؟ ها؟ انت بتعيط يا حفيظة يا مرات الظالم. طيب فيها ايه بس؟ انت مالك يا حفيظة مالك؟ انا قصدك في خدمة والنبي ما تصدني. والنبي قصداني في خدمة؟ قولي يا حفيظة. عايزك تعلمني كلام ربنا. طب وايه اللي يفكرك بكلام ربنا دلوقتي؟ لما عرفت ان الكفن ملوش جيوب يا عم الشيخ. ده من زمان، من زمان الكفن ملوش جيوب. عموما انا هقول وانت تقولي ورايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. إيه يا أبو منار؟ خبري إيه؟ متردد ليه في جواز منارة بيتك من الشيخ عيسى؟ الشيخ عيسى أنا بعتبره ابني، وأنا أم منارة بنعز معزة كبيرة قوي، ولو فكرت في حد ما كنتش هفكر في حد أحسن منه لبنتي. بس يعني الشيخ عيسى. بس إيه يا راجل؟ إيه لازمة البسبسة؟ أقول الشيخ عيسى غريب عن البلد، وهيجي عليه يوم ياخد منارة ويمشي، وأنا أم منارة ما نقدرش نستغنى عنها، ده هي اللي حلتنا. واه يا ابو مناره، ياك نسيت بتتحدث مع مين انت؟ ده انا محمود يا راجل. محمود اللي ساب بلده زمان وجه عاش في بلدكم وتجوز فيها وعاش فيها عمر بحاله. وبقيت واحد مننا كمان. تمام. ولو فرضنا يا سيدي ان الشيخ عيسى بكرة ولا بعده بعد ما اتجوز منارة حتم عليه شغله انه يروح مكان تاني ولا بلد تانية، ايه المانع؟
ياك ما ينفعش اجي ازوركم ولا ولا انتوا تروحوا تزوروه في البلد والمكان اللي هم قاعدين فيه؟ سيبك من الكلام ده، الكلام ده مش مهم خالص 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 يا ابو مناره. المهم ان بنتك تبقى مبسوطه مع جوزها وحابه العيشه معاه. مالك يا مناره؟ هواني كده يام ابقى بخون محروس؟ مين اللي قال الكلام ده بس يا بنتي؟ انت عارفه يا مناره لو محروس يقدر يتكلم كان قال لك يا بنتي عيشي وافرحي واتجوزي. اللي بيحب حد يا بنتي بيحب يبقى مبسوط. تعرفي يما الشيخ عيسى قال لي كلام كل ما افتكره ارتاح ارتاح قوي. وقال لك ايه بقى الشيخ عيسى يا منار؟ قال لي ان ربنا خلقنا عشان نعيش ونعمر الدنيا دي. اي نعم ساعات هتقابلنا حاجات تخلينا نحس ان الدنيا صعبه وانها مش حلوه خالص كمان، لكن احنا بقى لازم نحليه بايدينا وقلوبنا وايماننا. الشيخ عيسى قال لي كده. ايوه يا حبيبتي صح اللي قاله لك الشيخ عيسى يا حبيبتي. العواف الله يعافيكي. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه يا ابو العيله؟ يا راوي يا ست الدار. فاطمة يا أهلا يا أهلا يا حبيبتي، نورتي وشرفتي، وحشاني جدا جدا. الله يخليك تعيش. صدقي يا أختي إن أنا شفتك من فوق بس قلت لا مش ممكن ابدا ان تكون جايه لي في وقت زي ده. بس بجد فرحتي قلبي بدخلتك، شرفتي يا حبيبتي ونورتي. بيتك ومطرحك يا اختي تيجي في اي وقت. خير يا فاطمه؟ جرى حاجه؟ البت كانت هتروح مننا يا ابو العيلة. بنت مين؟ زينب بنتي؟ حصل ايه؟ راحت فين؟ حنان وحسان بيجسوها وهي نايمة، لقوها أيدا نهر. سخونية يعني؟ ادت لحسان يجيب العلاج ومشيت. يبقى شقر عليها يا ابو العيلة، البت غلبانة ومالهاش غير. طوالي دغري قولي لي هي فين؟ حسان زمانه روح بيه. خلاص انا هاخد بعضي وروح اشوف زينب. العواف. مع السلامه يا حبيبي، ولو البت زينب فيها حاجه قولي وابعت لك اجيب لك الدكتور من البندر على طول. طب قولي لي كنت عايزاني في ايه بقى؟ انا كنت جاي اقول لك كلمتين يخص ابو العيله، بس لما يرجع بقى بقى انت احكيهم له. عثمان خلاص حفرته بقت تحت رجله ونهايته قربت، وإذا ما كانتش قربت نقربها. أنا مش فاهمة أنت عايزة إيه يا فاطمة. أنا مش جاية تضايف، أنا جاية أتمم الاتفاق اللي بيني. ما تجيبي من آخر يا فاطمة وتقولي اللي عندك. بس براوة عليكوا في حركة المأمور دي، دي هتطلع من نفخة عثمان. بالك انتي امبارح جه يتكلم معاي وقال لي انه بقى خايف
خايف يعمل اياته عامله كبيره علشان عارف خلاص ان المأمور ما بقاش معاه. عتمان اتكسر خلاص. اتكسر وبقى خايف. فاهمه يعني ايه خايف؟ دلوقتي بقى مش فاضل غير ان احنا نقوم اهل الكفر عليه ونقدهم نار عشان نارهم تحرقه زي ما حرقنا كلنا. اللي عمله عتمان دي يستحيل يتنسي حتى ان كنت شايله في بطني منه. في ايه يا ابو العلي؟ زينب جرى لها حاجه؟ لا ما تخافيش، زينب زي الفل. أنا سايبها بتلعب مع الأولاد. أمال هي اللي جابك هنا تاني؟ امشي يا أبو العلي، روح. أنا مش عايزة عتمان يحس بحاجة. أنا باقي عايزه يحس. عتمان دي خلاص أنا بقيت ممكن أفحصه تحت بلغيتي. هو ده الكلام اللي أنا عايز أسمعه بس. إنما الكلام اللي في دماغك دي أنا مش عايز أسمعه تاني، لأنه خلاص يا أبو العيلة مات. مات زي ما إحنا متنا. إحنا ما عدناش بتوع زمان يا أبو العيلة خلاص. لا يا فاطني، قولي زي ما تقولي، إنما أنا معرفش إلا فاطني وحدي. فاطني اللي لا حبيت ولا أحب غيري. فاطني مراتي ومعيالي. اللي عتمان خدها غصب عنك وعني وخلص بقى في بينهم عيل. روح يا أبو العلي، روح على اللي يسيئك، روح شوف وراك إيه. يلا أنا ماشي يا فاطني. هروح بس وحياة زينب ومحمد ورحمة أمي لأكون واخد حقي وحقك وحق الأولاد وزيادة. وهتشوفي. انت يا غفر كامل تعال. ايوه ايوه جنابك. انت ايه اللي انت عملته ده؟ انت اتخبلت ولا اتخبلت؟ امان خاصمك النبي، ما تخافي ما تخافيش يا ست فاطمه. امان. طب امشي. الوسع ده كله بيضيق عليك بقى. البراح دي يضيق قوي كده. المأمور وسلت ايده من ايدك، والزفت اللي اسمه ابو العيله بقى عامل راسه براسك، والسيد اخو حفيظه راح في 60 داهيه تلم. حتى حفيظه سابت كل اللي ليه ولا كأنك موجود في حياتها. وبعدين يا عثمان تقف كده ليه يا والي؟
امال اقف ازاي يا عمده؟ انت واقف تصنط عليا وانا بكلم نفسي؟ انت كنت بتكلم نفسك؟ ايوه يا حمار، انت بتسمعني؟ وقالت لك ايه؟ لسه بشاورها. يلا روح اقف بعيد، يعني 10 15 متر كده، ابعد ابعد خالص. حاضر. ده ايه الهم دي؟ انا كنت بقول ايه لنفسي؟ طب اي حد اكلمه؟ خد يا واد يا حسان، خد تعالى هنا. لا اله الا الله، خير يا حضره العمده؟ صباح الخير. صباح الخير، انت رايح فين كده وايه اللي في ايدك دي؟ ده لقمه، زي ما تقول كده، شويه سريس على جعدات جبنه، لقمه نتقود بيه. ايوه ايوه. طب انا عاوز اتحدث معاك، انت عامل ايه يا ولا؟ يعني حلو كده الحمد لله، مبسوط؟ الحمد لله يا حضره العمده. طب الحمد لله. والبت مراتك حلوه؟ نعم. يعني مبسوط وياها يعني؟ ايوه مبسوطين الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله. وده بقى اكلك ولا اكله؟ ده فطرنا احنا الاثنين. في حاجه يا حضره العمده؟ خير؟ انتهبل يا ولا، هو ده يشبع نفر؟ اهو الرضا من عند الله. يا سلام يا سلام، الرضا من عند الله عليا انا؟ لا، ابو العيله ومراته مش بيدوك فلوس انت ومراتك عشان عيال الصغيرين؟ وفاطمه برضه من ناحيه تانيه بتديك فلوس من ورايا وانا عارف، وتقول الرضا من عند الله. يا حضره العمده، اللي للعيال بيروح للعيال، النفر مننا لازم أن يراعي ربنا وما ينساهوش. ايوه ايوه عندك حق، بس يعني ما شفناكش يعني من ساعه ما طلعت من المصيبه السوداء اللي كنت رايح فيها في 60 داهيه دي، واني طلعتك منها يعني، وكانك يا واد يعني ما صدقت ان انت فوت الميري. امانت الله يا حضره العمده، انا اما صدقت فوت الخدمه المير؟ لا والله. اي طب مش كنت تيجي يعني تتشكر لي وتبوس الايادي انني طلعتك من المصيبه دي؟ ما هو انا يعني برضك يامي. يامي ايه يا والي؟ يامي طلعتك من نصاي. انت اتهبلت يا ولا ولا ايه؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ طب ايه هقولك بقى ايه؟ ان انت مش هبات في بيتك الليله، انت هبات في الحجز. ليه؟ هو انا عملت عملي ولا سرقت ولا نهبت؟ انت واد سوي وانا عارفك، انت غبير انت هو. ايه؟ تعالى يا حمار انت، وامسك الراجل ده. في ايه يا حضره العمده؟ بقولك ايه؟ في احتمال ان انت هبات بكره كمان، وفي احتمال تخين ما تطلعش من الحجز ده ابدا. قلت ايه بقى؟ انت فاكر نفسك زي زمان ولا ايه؟ ما خلاص الهيلمان ده راح. هو ايه دي اللي راح يهبل انت؟ انت اتجننت يا ولا اتجننت؟ انت بتقول كلام غير مسؤول، خلي بالك. انا خلاص ما عدتش اخاف منك، بقول لك ايه، اسمعها مني كلمه، راعي ربوني عشان يوم ما تقع تلقى حد واقف جنبك. اقع فين يا عبيط انت؟ ارمي الواد ده في الحجز وكتف بقه دي، ما تسمعش منه كلمه. يلا يلا يا بار. الاع قال يخرب بيوتكم فورتوا دمي. وانا كنت بقول لنفسي ايه؟ يا نهار اسود، هي حصلت؟ انا بقيت اكلم نفسي؟ انت اتجننت ولا ايه يا عتمان؟ بانك اتجننت. يا لهوي، انت اتجننت يا ولا؟ اللي جرى ده؟ اللي حصل ده؟ كنت بقول ايه لنفسي؟ البال تقصر العمر وسواد القلب يجيب الهم لاصحابه واللي حواليه. انت عايزه ايه يا سلفتي في يومك الاخبر ده؟ سبحان الله، هعوز ايه منك انت يا فاطمه؟ تصدقي يا بت، انت بقيتي عامله زي حفيظه قبل ما ربنا يتوب عليها ويهديها. انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ والولو عليكي ساعه من بدري يا بعيده، انت جنيتي فخك يا بت؟ طب لمي نفسك يا فهيمه، لم نفسك يا فهيمه، بدل ما اجي اربطك دلوقتي جنب البهايم دي لحد ما يبان لك صاحب. اقول لك على حاجه؟ على ايه؟ انا اطلع اجيبك من شعرك او اربط بكرامه اهلك الارض وبعد كده ابقى اربطك. تجيبي مين من شعرها يا حلوه؟ ده انا ستك يا بت. اياكي اياكي يا فاطمه تغلطي مره تانيه، لاحسن ورب الكعبه لانزل اسحيلك سحل كده ومرمغك في التراب انا واولادي. تصدقي يا وليه انت؟ تصدقي؟ انت اللي سماكي فهيمه ظلمك. اي والله انت كان المفروض يسموكي بهيمه عشان مخك التخين ده، عشان واحده غيرك سمعت الكلمتين اللي انا قلتهم دول كان المفروض تخاف. اي والله تخاف، لكن اقول ايه؟ بهيمه بهيمه والله. في ايه يا بنت يا فاطمه؟
أنا بهيمة اللي مضايقاك. البهيمة دي هي في غيرها يا أخويا مرات أخوك؟ قال إيه؟ عايزة تبعت عيالها يمرمطوني في التراب ويسقطوني، عايزة تموت يا أخويا الواد اللي هيجي يخلد اسمك في الدنيا ويطلعنا أبوهم على شوني. اسمعي بقى يا زفتة النيل أنت، أنت لو ما ارتجعتيش أنا أطخك عيارة أجيب أجل. زي ما طخيت أخوك يا عتمان، هتطخيني أنت؟ ولا هتجيب لي واحد زي السيد كده؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ انت بتلقحي بالكلام على عمدي يا بنت البهايم؟ ما تتلمي يا بنت انت بدل ما جالين. اي يا بطني والنبي تعبت من كتر الزعقتين اللي انا زعقتهم دول. شوفي الحربايه. لا ما بدهاش بقى. يا بنت البهايم. الحق يا علوان. في يا بنت عثمان جاي على هنا وناوي على الشعر. عثمان تعال. ايه عايز ايه يا عمدي؟ ايه ده؟ هي حصلت؟ ترفع سلاح في وش اخوك؟ ابن امك وابوك؟ اخويا ده ايه بقى؟ انا ماليش اخواتي يا عثمان. ايوه هي فهيمه اللي ايمن اللي جنبك دي، هي اللي مالت دماغك وعايزاك تموت اخوك. طب امشي يا عثمان، امشي من وش السعاده الله يسيئك. امشي برا يا حي، خدي جوزك ده وامشي برا يلا. جوزك؟ هي بقت كده؟ بقت جوزك؟ لا في اخويا الكبير ولا شقيقي ولا ابن امي وابويا. ايوه قدرت تعلي صوتك عليا ورفع سلاح في وشي وبتترد من دارك كمان. زي ما انت اجرت الناقص ابن الناقص عشان يطخني. كد؟ صدقني انه كد؟ وده كلام برضه يدخل العقل. انت تصدق الكلام ده ازاي؟ معقوله برضه؟ ده انت اخويا يعني زي دراعي. حد برضه يأجر حد عشان يطخ دراعه؟ ده كلام يدخل العقل. ده انت اخويا الصغير يا دي اهبل انت. ايوه هي فهيمه، هي اللي مليتك بسوادها، بس انا برضه هكون احسن منكم. مش انا يا عثمان اللي مليت دماغه، دي السنيوره اللي انت صاحبها وجاي علشان تتخانق معايا عشانها. هي اللي جت هنا وقالت انك دفعت فلوس للسيد عشان يقتل اخوك. ولا ايه يا فاطمه يا مرات العمده؟ باني يا مرة يا ناقصة انت يا اللي تنشكي في لسانك. اقول كده وعلى مين؟ على العمدة. العمدة ولي نعمتي اللي ستتني على خلق البلد كلهم. اخس عليكي اخس مرة ناقصة بصحيح. اني اقول كده على جوزي ابو العمدة الصغير ده؟ من هرية كبدك يا مرة، من هرية كبدك كده عشان الارض البور راحت والارض العافية اللي هتطرح وتجيب العمدة الصغير هي اللي عششت على عشها وخلاص عمرت وقعدت على قلبك. ايوه يا عثمان، مرتك فاطمة دي هي اللي جت لفهيمة وقالت لها الكلام ده. بتلعت حية وبتنفخ سم. غني وانت هتطبل ليه؟ وكل ده ليه؟ كل ده عشان حلمك اللي كنت بتحلم تكوش عليه خلاص خدوا العصفور وطار، والعمده الصغير هو اللي هيورث العموديه وهيتمرمخ في فلوس ابوه العمده الكبير ربنا يخليه ليه ويتمرمخ في خيره كمان وكمان. بره يا مره يا ناقصه انت وجوزك ده بره. وبتشتم وكمان رفع سلاح بتضرب علينا نار. ماشي يا علوان انا همشي، بس خليك فاكر بقى اللي انت عملته ده، عشان انا بقى لما ارد لك الطاقه 2 و3 و10 محدش بقى يلومني ولا يقول صله رحم واخوه واخوات والكلام العاطفي ده. ودلوقتي هقول لك كلمتين 2 احنا ماشيين. جرى ايه يا اخويا؟ هو انت زعلان عليه ولا علينا؟ انا غلطان، لو هو ضربني بالنار انا ما اضربوش، عشان خاطر الاخوه، عشان خاطر ابويا الله يرحمه. ايوه ما خلاص الاحترام راح زمانه وقله الادب خدت مكان. اخوك الناقص ده بدل ما يقول لك اقعد يا اخويا يا كبرني يا عمدتنا نتفاهم سوي راح رافع بندقيته في وشك قال ايه بيتخروا كمان عيارين عشان نتهت ونخاف. ولا مراته
مراته بنت 60 كلب دي اللي واقفه جنبه وعماله تسخن فيه. ايوه طبعا ما هي بتهري، بتهري عشان خلاص العمده الصغير جاي لهم اهو، واني بقيت على وشك الولاده. بس اطمنوا يا غجر، محدش هياخد مليم من فلوس العمده، كلها هتروح لابنه اللي في بطني ده. محدش فيكم هياخد مليم يا اولاد الكلب. بس بقى خلاص اكتمي، فيه ايه؟ انت صحيح يا بت رحت قلت له من ده اني اتفقت مع السيد طخ علوان؟ ايه قول كده تاني وسمعني. خلاص هي كدابه وانت الصادقه، خلاص اكتمي. ده ايه اصله ده؟ اما عجايب صحيح. خلاص بقى يا بنت، بقول لك دماغها هتفرقع يا بنت الجزمه، اسكتي. نهار اسود ومنيل، انت بتشتمني بامي يا عمده؟ لا بابوك. ماشي يا عمده، ماشي خلاص، ماني بقيت من ايدك دي لايدك دي وماليش غيرك. ايوه صحيح، ماني شكلي كده طلعت فعلا بطني تشير وتحط، وبعد كده هترميني في الشوارع. ايوه كده بان على حقيقتك بقى. بس بقى اكتمي، انا عايز اشوف الدنيا حواليا بيجرى فيها ايه، انا عايز افكر اشوف اعمل ايه، انيل ايه، اهبب ايه، عايز كده اهدى واروق عشان اعرف افكر اخطط اتكتك. ايوه يا اخويا تكتك 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 عليا تكتك. يا رب ينتقم منك ويريحني منك. افهمي يا بنت، انا كان ممكن امسك الجوز دول امسح بيهم ارض البلد كلها، بس ما عادش الامور، ما بقتش زي الاول. الاول المأمور كان في ايدي، اقول له احبس ده يحبسه، اضرب ده يضربه، بصم ده يبصمه. دلوقتي ما عادش، ده يمكن كمان لو اسمي جه قدامه في ايوتها قضيه ممكن يجيبني انا متهم ويقعد يحقق معايا كمان. سيبيني بقى اشوف الدنيا حواليا بيجرى فيها ايه، اعرف انا فين من ايه، افهم رسم الرجلي، اعرف اعمل ايه. يا اخويا ماني مراتك، يعني اني سترك وغطاك. تعال نفكر. خلاص ارغي انتي وانا همشي، ارغي. يا ساتر، قطعه النسوان وسيرتها والرجاله اللي انياه. ايه دي تجيش شطه للنسوان كده كلهم نخلص منهم ونرتاح؟ لا نرتاح ايه، ده كده هنتعب. اي والله لا، ده انا تعبت اهو، تعبت قوي. انت بتعملي ايه؟ بسم الله يا بيه. يا لهوي يا بيه، يا لهوي يا عمده. راح فين؟ لا تعالي معايا، هو انا هسيبك يا بيه؟ انت يا بيه العمده كده اهو، اهو ست فاطمه هتشوفنا يا سيد العمده. انا ماليش دعوه، انت كده جايه جنب السلاح وكده ممكن السلاح يطول. يا بيت يا بيت، انا عايز ادوق المانجا اشوف هي عويس ولا هي زبديه يا سيد العمده، ولا مانجا ايه بالظبط يا سيد العمده بقى. يا بنت عمده، ايه ده انت العمده، ده انت عمده العمر. ست فاطمه هتشوفنا، انا مش عارف ما تجيبيليش سيرتي، كلميني عناني. يا بنت انا بحبك حب ما حبوش الاحباب للحبيب، يعني حبك بيه حب جامد قوي. يا بنت انا واخده بالك انت ازاي؟ يعني انا لما بشوفك كده واخده بالك انت؟ اهدي اهدي يا لهوي يا لهوي. يا بنت اسكتي بقى، بلا فاطمه بلا بط. بصي غمضي وشك، غمضي وشك واسكتي خالص. يا بنت اسكتي بقى، بلا فاطمه بلا بطه بقى، مش كل حاجه فاطمه. فاطمه انت اللي طلع عليكي فاطمه. بصي لاني عبريني انا، يعني استعانيني اهلي، انا واقف قدام منك اهو. سيبك بقى من ايوتا حد تاني، انا وانت لوحديني وبقيت ايه؟ شفتي يعني اللي اتكسر يصلح؟ يا ست هي بتاعتي، ما تولع قولي لها العمده اللي كسرها. انت مالكيش صالح بحاجه، انا اكسر اللي انا عايزه وادشدش اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز. واخده بالك انت ازاي؟ اصل انا يعني انا من ساعه ما انت جيت البيت هنا اهو، وانا زي ما تقولي يعني ايه يعني ايه. مش كده يا اخويا، مشمشوك مشمشوك ومرمرك ومنيلوك ب60 نيله. غوري يا بنت غوري، امشي. استنى انت، رايح فين؟ البنت كسرت اللمبه. والنبي ده انا اللي هكسر رقبتها ورقبه اللي اتشدد لها اللمبه بقى. هي كده بعد كل اللي عملته عشانك تعمل فيا دي كده؟ انا عملت ايه؟ ايه وانا مش عارفك لما انت عارفه اهو. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك بعد ما بيع جوزي وابو عيالي وعيالي كمان تعمل فيا دي كده. يا بنت انت فاهمه غلط خالص. امال ايه الصح يا اخويا؟ ايه الصح؟ انت مخك راح لبعيد. راح لحد فين؟ فهمني وقول لي. ما بالراحه. طيب عشان افهمك بالراحه واحده واحده. انا قاعد على المكتب بشوف شغلي، ومن البيت واقفه ومتكسرت اللمبه، اسيب ايه؟ مال سايب ده؟ مال حرام يعني؟ يا قلبي يا
قصدك يا امي؟ يا بنتي يا بنتي هبل انت، وانا يعني ابص لواحده زي دي معقوله اني هبص لها؟ لا ولا ده تتعمي عينيا ان انا ابص لها، ده انت الحلاوه كلها والجمال كله. اي والله هو في احلى من كده؟ يعني كناها حلوه يعني؟ لا هي ما تملاش عين، انت بس اللي تملى عين. لو كلامك الحلو ده اللي بيخليني اسامحك. طب بقول لك ايه بقى؟ اتخيب اتخيب، انت فاكرني نسيت ولا ايه؟ هي نيتها مش صافيه، البنت نيتها مش صافيه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني لا ديه ولا ديه؟ الزعيم ملوش لازمه يا حسان، ما انت عارف كل حاجه. اسمع كلامي، انا مش هسكت ولازم نعرف الضلالي ده راميني هنا ليه؟ ايه هو اللي فتحتك ولا ايه؟ انا هتقعد تجعر وتزعق تاني. انا ورايا بيت وعيال صغيرين. انت يا عمده راميني هنا ليه؟ عايز اخرج له. خلاص خلاص اديك زعقت شويه، سيبني بقى الف سجاره اله يعمر بيتك. انت يا غفير يا زفت انت. نعميني حضرتك انت وقفت السير معاه الكلب ده، لو صوته طلع تاني تحط له بلغه في بقه تخرسه بيها. حاضر. انت لمين هنا ليه؟ والله بقالك صوت يا حسان، وبقيت بتزعق وبتتكلم، بس الحق مش عليه، الحق عليا انا وعلى طيبه قلبي. انا لو كنت خليتهم حبسوك بتهمه ضياع سلاحك الميري كنت عرفت ان الله حق. انا عارف ربنا كويس وعارف انه حق، الدور والباقي اللي ما يعرفش ربنا من الاصل. تقصد مين يا هلا؟ انا قصدي اقصدك انت. ايوه انا خلاص ما عادش يهمني وما قلتش اخاف منك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير لا عمده ولا حاجه ابدا. عمده؟ هو فين العمده دي؟ يعني ماليش عمده والبلد كلها ما فيهاش عمده، ودلوقتي بالاخص هي عمرها اصلا ما كان فيها عمده، دلوقتي بالاخص البلد ما فيهاش عمده يا عتمان. والله بروح عليك يا ولد، الولد جالنا الرسمي، البلد ما فيهاش عمده يا ابن العبيط. ايه؟ امال انا بقى ايه؟ خيال مات؟ ايوه العمده ده اللي يخاف على اهله ويساعدهم على المعايش، يرعاهم ويعليهم مش يسرقهم ويمص في دمهم. ايوه 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 علمني يا ولد، فهمني يا ولد، نورني، منك مستفيد يا اخوي. انت شايف بقى ان البلد ما فيهاش عمده مش كده؟ ايه انا بقى هوريك البلد فيها عمده ولا ما فيهاش عمده. انت يا غفير يا زفت انت. نعم. ايه سامع الهبل اللي بيقوله ابن العبيطه ده؟ تروح دلوقتي بقى تلم لي الغفر كله وتسحب لي الحمار ده على بره وتجيب لي معاه قربان عشان اوري البلد كلها اذا كان فيه عمده في البلد دي ولا ما فيش. منتهي، انا اعصابي خلاص ما بقتش فيا. البيل مأمور. ماله البيل مأمور؟ عمل ايه؟ قدم بلاغ ضد العمده بتاعكو، بيتهموا انه لم الشباب بحجه انهم مطلوبين للجهاديه
وانه بياخد منهم فلوس عشان يزوغ لهم ولادهم من دخول الجيش. وطبعا العمدة عمل المصيبة دي من دماغه هو، لان ما كانش في امر عالي بكده. يعني هو كده بقى متهم باستغلال منصبه في النصب على الفلاحين، وانه غير امين على البلد ولا على منصب العمودية. ده سي خالد به المأمور ده طلع ابن حنت بحقه حقيقة اهو. شفته بقى؟ بس ليه؟ ايه اللي يخلي به المأمور يعمل حاجة زي كده؟ انا عارفة المأمور عمل كده ليه. يلا بينا عوام. ايه يا بنتي؟ عارف ايه؟ هننزل الباب. انا واثقة ان المأمور مستنينا دلوقتي يا ابو العيلة. يلا يلا بينا. هجهز واجي معاكم. مستنيين. يعني يا جناب العمدة، يعني بعد إذنك، يعني هو حسان كان عمل إيه عشان ينهان كده وسط الخلق هو والست بتاعته؟ أنت مالك أنت؟ أنت تهرس خالص. مالي إزاي يا عمدة؟ ده أنا واكل معاه عاش ومال. اسكت يا عمدة. داي داي امشي. روح جاكوا البلاوي. إيه الإفتراء ده يا عثمان؟ الإفتراء وحش. هما ما يجوش غير بكده. بالك انت اني لو تطيت هيركبوا. وهو لازم ان يكون في وقفه بقى عم الشيخ محمود، ولا ده كمان محتاج دليل وشهود؟ ده فضل يضرب في حسان ومراته من غير رحمه وعلى عين الناس كلها، ولا كان همه حد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا نروح له ونطربقها على دماغه. استنى انت بس، البلد دي بقت وقع ما بين عثمان وجبروته، وبين ابو العلا والحربيه مراته دي. هما الاثنين بيبيعوا ويشتروا في اعراض اهل البلد، وكمان انطاروا على اراضيها وخيرها. وبعدها النبي يا عم الشيخ محمود، انت راجل عارف ربنا ولا يمكن ترضى باللي بيحصل ده ابدا؟ شو رأينا نعمل ايه؟ ما احنا لازم نعمل حاجه. لما نلبس تروح بقى على راي اللي قال، ولا نسيب البلد ونطفش؟ يا حكمتك، يا حكمتك وجمالك يا رب. شوفوا شوفوا رب العزه قال ايه، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا يمد للظالم ويسيب ويظلم عشان نهايته تبقى قاسية كد ما ظلم. بس إذا كان رب القوة والجبروت بيمد ويمهد، احنا كمان لازم نسمع ونتروى. ما نروحش كده من باب ونص ونشابط ونهيج الدنيا على العمدة ونعملونا حاجة طايشة مثلا. احنا لسه هنسمع منه وهنتحدث وياه. نسمع ايه ونتروى يا عم الشيخ؟ بقول لك والناس دي تقول لك ده كان مدور الضرب والسحل في حسان ومراته في الوصعيه كده بره الحجز وبره الديوان. ده كان عامد متعمد يفرجنا على خيبتنا القويه. ده ما خلاش حد في البلد الا لما زلوا قهر وكان حقه. والله لو ما شفتوش حل معاه لنولع فيه وفضار، ونولع في البلد كلتها كمان. ادام ما فيهاش فايده بقى. يا جماعه الكلام يبقى بالراحه كده حبه، ما تخلوش الحماسه تاخدكم قبل ما تحسبوها. سيبوكي يا لملوم باشا. شوفوا العمدة عثمان ليها على الناس النصيحه، فان لم يطعس وجب على كل فرد في البلد دي انه يجاهد ويوقف وشه ويقول له لا. خير الشهداء حمزه، ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. صدق رسول الله صلوات الله عليه. عليه الصلاة والسلام. يسلم فمك يا شيخ محمود، عايزين نبطل خبا يا رجالة. صح الكلام ده، بس اللي يستجروا ويعملوا كده قليلين قوي. يا راجل لا ما تقولش كده، الحق دايما ناس كتار كتار، لو يهشوا الليل راح تفرج بالنهار. احنا كلنا حنقف في وش الظلم والظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو الشيخ محمود؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يا شيخ عيسى. احب على ايدك يا ست فاطمي، والنبي يخليه يسيبه. هو ايه بس اللي حصل يا بنت؟ ما تفهميني. العمدة خد حسان جوزي على الحجز. يا لهوي. وضربه بالكرباج لما هرج التيتو، وضربني كمان. ليه كده بس؟ عمل ايه اللي ينصف على عمره ده؟ والنبي يا اختي ما عمل له حاجه. ده خرج يجيب لنا فطار اني وهو والعيال، ولما غاب سالت عليه الغفير كامل
قال لي العمده خدوه على الحجز. عشان ايه بقى؟ مش عشان حاجه. والنبي يا ست فاطمه ابوس على ايدك والنبي. يا بت بس يا بت انا هشوف صرفه خلاص. هدي نفسك كده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روحي يا حنان على بيتك يا بت. اهلا وسهلا. ندمنا العمده يا فاطمه. عايزينه في كلمتين. ايه اللمه دي؟ عايزين ايه؟ الناس عايزه تعرف وتفهم اللي حصل مع حسان ومراته ده كان ليه يا عمده. ناس مين يا اخوي؟ وبعدين دي مساله امنيه بحت، يعني محدش له دخل بيه. يا راجل لا، امنيه بحت تيه. حسان بقي خطر على الامن. اه والله حسان الغلبان خطر على الامن. يا حلاوه يا اولاد. انت قعدت تخرس انت خالص. بعدين يا محمود الشجاع اتعلمني شغلي. العفو يا ابوي، ما قلناش كده يا عتماء. يا حضره العمده، تهمه حسان ايه بالظبط؟ تاني؟ وبعدين انت بتسأل ليه؟ انت نفسك يعني دخلك ايه بموضوع زي دي؟ وليه من الرجاله دول ودخل عليا هنا وبتسألني السؤالات دي ليه؟ انت يعني كمان غاوي مشاكل ولا ايه؟ بلاش من كلام الشيخ عيسى، اسمع مننا يا عتمان. وانا لسه هسمع منك يا ابوي. لازم تسمع، لازم تسمع وتفهم. البلد فاض بيها خلاص يا عتمان، والناس طهقت من حياتها. باقي قشايه، قشاية صغنطرة والدمدم فوق دماغك. ما الدمدم فوق دماغك ودماغ اللي جابوك، وتسود عليك كلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولي حاجة يا فاطمة، قولي حاجة لجوزك ده. أني؟ أيوة أنتي. ولا أنتي حسان اللي كان ياما حاجة على عيالك ورعاهم، ما بقيش يهمك خلاص يا فاطمة. أني؟ وأني إيش فهمناني في شغل العمودية؟ عتمان هنا هو العمد، يعني هو القانون. ولا انتوا يعني عايزينها من غير لا ظبط ولا ربط؟ وبعدين اللي يعملوا العمده ما واجبش حد يراجعه فين؟ والله عالي يا فاطمه، اه الكلام ده يا سمعتها اهي. قالت لك ارتاح. بقول لك ايه يا اخوي، تعالى اما اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. واللي مش عاجبه كلامك يا اخوي يبقى يروح يشرب من البحر. نشرب من البحر؟ نشرب يا ابوي من البحر ونستحمله ميه المالحه. لكن لما حنقدروش نستحملوه ولا البلد راح تستحمله، عمايلك يا عتمان ولازم تلزم حدك عاد. الزم انت حدك واتكلم على قدك. انت بتكلم العمدة يا علي؟ ملوش لازمة الكلام معاه، مفيش فايدة خلاص. يعني وبعدين يعني؟ انت تخرس خالص، ما اسمعش حسك. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره، يلا خد الحماس دول وجر على بره، يلا وعيبرات اللي قاعدين على، يلا بره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا غور. قد غورك ده اخوك كلكم. ازيك يا ابو العلا باشا؟ ازيك يا خالد بيه؟ اتفضل. شكرا شكرا، شرفت ونورت يا بيه. الله يخليك. اعرفك بمنتهى هاني من الناس الكمل. اهلا وسهلا. ايه يا خالد بيه، معرفتنيش؟ أنا منتهى هانم. إحنا نعرف بعض كويس قوي، بس تلاقيك مش واخد بالك. بصراحة أنا فعلا مش واخد بالي. إيه إيه؟ إزاي بس يا خالد بيه؟ دي من أكابر مصر. أيوة. يا دي الدنيا دي صغيرة جدا، بس أنت وقتها ما كنتيش منتهى هانم يا منتهى. ولا أنت كنت مأمور ولا به يا خالد بيه. الله، ده انت معارفك هي معارفة ولا لا بيه؟ الله، تصدق يا باشا اللي عملته في العمدة ده جاب دغه بصحيح. انا النهاردة بس اقدر اقول ان احنا بقينا ايد واحدة. انا كلمتي واحدة يا راوية، اقصد يا راوية هانم، لما اقول انا معاكي اقصد انتي وابو العيلة بيه وانتهى هانم بقى. واحنا هنا يا خالد بيه كلنا هنا واحد. قولي بقى يا باشا ايه اللي بعد كده؟ برا ايه يا راوي؟ قال لا بقى سيادة البيه المأمورة ودماغ متكلفة، افكرش ايه اللي هيحصل بعد كده. انا كنت عايز اخدم الله مش اكتر من كده بس. ونعمل خدمة على راسنا من فوق يا خالد بيه، بس برضك لازم نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. خلاص يا ولادة، العمدة بقت ايامه معدودة وغلطاته كترت، والناس في البلد بقت بتغلي منه، ولو اللي فوق مشالهوش البلد كلها هتولع. يعني البلد هتفضل من غير عمده؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم يعينوا عمده جديد. طب مين بقى اللي هيكون العمده ان شاء الله؟
يعني ابو العيله بيه كده ما ينفعش. هو في احسن ولا افضل من ابو العيله بيه؟ والله حضرتك حرقت كل اللي كنت عايز اقوله. بلزني هتمال ايه دي لابسه كده وراحه على فين؟ هكون رايحه فين يعني؟ هروح بس كده يعني شقر على البنت زينب حكم يعني هي يعني سامع ان البنت كويسه والحمد لله فيهاش حاجه يعني راحه فين بقى؟ بقولك ايه يا هتمان صحيح؟ هو الواد حسان كان عمل ايه؟ انت مالك انت بحسان وباللي عمل؟ الحق علي ايه والله الحق علي، الحق علي ان انا خدت صفك انت مع اني كان المفروض اخد صف الواد حسان. ايوه كان لازم اخد صفه عشان انا عيالي عنده، لكن انا خفت عليك وعلى مصالحك عشان كده انا بسالك دلوقتي حصل ولا ما حصلش؟ حضر عندك ايه ده؟ حصل امتى ده الكلام ده؟ في التو والحال من يجي ساعه كده المساله بانها دخلت في الغويط. خير يا اخوي؟ هو الغفير ده قال لك ايه؟ قلب صحنتك كده الزفته اللي اسمها راويه والدلدول اللي معاها راحوا للمأمور. ايه اسمع عادي يا وائل. نعم جنابك. انا عايزك تفتح مخك معايا كويس. انا عايز قعدات الشاي اللي انت بتقعدها انت والغفر دول بدل ما تقعدوا كده في الفاضي تبقى القعدات دي في المليان المفيد. فاهم؟ مش فاهم يعني الصراحه قوي كده. طب فتح لي دماغك شويه بدل ما تقعدوا كده ترغوا مع بعض وتتكلموا في الفاني. لا انا عايزكم تقعدوا في وسط الناس، تقعدوا مع ده وديكها ودول ودول هم ودولي، يعني تقعدوا مع اي حد وتسمعوا الناس بتقول ايه، بتتودود في ايه، بتهمس في ايه، بيفكروا في ايه، وخصوصا الزفت اللي اسمه عيسى ده اللي انا جبته لنفسي، والتاني الاولاني اللي اسمه محمود ده، والواد بتاع الطاحونه ده اللي لسانه سابق بقه ده اسمه ايه؟ غباشي. انا عايزك تجيب لي الاخبار كلها. فاهم ولا مش فاهم؟ حاجات فهمت حاجات كتير. فهمت ايه؟ احنا هنتخفى، اني البس لبس كامل يفتكروني وائل، ونقعد في وسط الناس ونجرجرهم في الكلام ونشرب معهم الشاي ونخليهم يقولولنا على كل الاسرار ونجيب لك كل اخبار البلد. ياك يجيني خبركم نفر نفر وياك تختفوا مش تتخفوا. غور ياد من هنا غور امشي. حاضر جناب. لا 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 يا عثمان، لا يا اخوي، انا كده الفرد ده يلعب في عبي. امال انا اعمل ايه بس؟ انت لازم تلم الناس حواليك وتزعق فيهم بالقوي وتقول لهم ان ميعاد المديونيه قرب، واللي مش هيدفع ويسدد اللي عليه الحكم اولى بيه، ساعتها بقى هيتهتوا هتي ما بعديها قومي. يا دي الناس تجي الشرطه تاخد اهل البلد كلهم وتريحني منهم. ايوه يا عثمان، ايوه يا اخويا، لازم تعمل كده. لازم أن الناس تعرف ان انت لسه نبك ازرق وان انت لسه كبير وقدر تضرهم وتذلهم، بس طيبه قلبك هي اللي منعك عنهم. ايوه طبعا، امال ماني عارف. احنا بقى ما نعرفش الناس دي ناويه على ايه، عشان كده لازم ناخد حذرنا. لا يعملوا عامله كده ولا كده من وراني. بقولك ايه يا عثمان، انا عايزاك تدخل يا اخويا كده تقيل لك ساعه. ايوه ساعه بس، وتصحى كده بقى فايق لي اكون انا رحت شقرت على العيال ونقعد نمخمخ انا وانت ونشوف هنعمل ايه. انت برضه هتخرجي؟ ايوه يا اخوي، ما انا لازم اروح اشقر على العيال قلتلك. طب بسرعه بقى ما تعويش. حاضر يا اخوي، انت تؤمر. بالاذن. الهي تنشل بايديك ورجليك يا بعيد، هو ايه ما بيفتكرش ربنا دي خالص؟ بس ما اظنش هيعمل فيكي كده، انت وحسان من غير سبب. كان حسان قال لي يا خالي وما قام السياح ما عمل له حاجه. يمكن حصل حاجه وما قالكيش. ابدا، كنت هعرف، كان حسان قال لي. طب اقول لك انا ظنيت بايه لما عرفت بموضوعك؟ قولي يا خالي. ظنيت ان عثمان يعني، وده اغلب الناس بيقولوه، ان عثمان رايدك زي ما عمل مع فاطمه، وليعوذ بالله. كنت جايه في كلمتين كده وماشيه على طول.
فاطمة ازيك يا حبيبتي؟ خطوة عزيزة. اتفضلي يا حبيبتي اقعدي. اقعدي واقفة ليه؟ خير يا فاطمة؟ عثمان بيلم أهل البلد علشان خاطر المديونية اللي عليهم. وبعدين؟ والناس دول زي الغنم، مطرح ما هترمي لهم حزمة البرسيم هيجروا عليها جري. ودي فرصتك يا أبو العلا. قصدك إن البلد دلوقتي في حيز بيس وهيروح يدفعوه اللي خدوه مني حق شراء الأرض؟ يعني لو أنت وقفت جنبهم في الحيز بيس دي هتبقى أنت الكبير اللي ساعد الغلابة ومد إيده ليهم، وهتبقى فوق الرقاب يا أبو العلا. أنت بتفكر في إيه؟ أنا لازم أمشي عشان أنا قلت لعثمان إن أنا عند العيال. ما بدري يا فاطمة، ما تخليكي قاعدة، ده أنتي منسان. يا أنس مقدارك. فاتكم بعافية. الله يعافيك يا فاطمة. ما تنساش تقول على العيال. ها؟ مش هنسي. ربنا يخليك ليهم يا أخوي. فاتكم بعافية. ماني زي زيك يا حسان، احنا الاتنين مضروبين ومنضمين زي بعض. هو لو انت بس اللي مضروبين ومنضمين يا كامل، ما البلد كله باهله وناس. عثمان خلاص طاح في الكل وافترق، ما خلاش فيه لا كبير ولا صغير، ما خلاش الا الكندل دول محاسيبه اللي وليه ليهم وياه مصالح. ستعرفي على كامل، أنا فرحان قوي. أي والله أنا فرحان بالجامد. وإيه اللي مفرحك؟ فرحان إن أنا عرفت أقول له الكلمتين اللي كان نفسي أقولهم له طول عمري. عرفت أقول له يا ضلالي يا اللي ما تخافش ربوني، أنا زي ما يكون كنت مسجون وخرجت من سجني، أنا بقيت حر نفسي يا ولي. أنا روحي ردت فيه، ده أنا بقالي سنين وسنين شايل الحمل ده في ضهري وأخيرا ارتحت منه. بس مش حاسس في نفسك الحاجة واحدة. ايه اللي حاسس في نفسك يا حسان؟ حنان، البنت حنان انضربت بالجامد قوي، دي غلباني. من لك لله يا عثمان، من لك لله. شوف بقى مبروك، انا بعد ما قعدت مع الواد ابو العيلة واتكلمنا مع بعض، يعني خدت الكلام اللي قلناه سوا ده وقعدت اخد ودي مع نفسي فيه، وبعدين قعدت اخد ودي مع فاطمه. ام فاطمه بقى قالت لي ايه؟ يا دي فاطمه اللي طلع لنا في كل موضوع ده يا عم. طب ايه اقولك بقى؟ انني حاسس ان نهايتنا هتبقى على ايدين فاطمه وبسبب. شوف قول اللي تقوله، انا بنقل لك احساسي وخلاص. ايه ده؟ طب بس 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 خلينا، طب بس في المهم دلوقتي ميعاد المديونيه اللي لنا عند الفلاحين جه، وماني بقى ناوي اشد على الفلاحين جامد قوي، يعني اعمل ايه بقى؟ استنى يا عمد، قبل ما تقول لي تعمل ايه وتسترسل في الكلام، الاول انت مأمن المأمور في الموضوع ده؟ المأمور؟ فكرك يعني انه لا 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 يمكن ابدا طبعا، ده هو نفسه له يد في الموضوع ده، ده هيروح في 60 ده. لا يا عمد، ما فيش عليه ولا دليل، وما تاخذنيش يعني انت كنت ولا زلت، انت اللي في الصوره قدام الناس. الا يعني لو المأمور حب يشيلها لك انت هتشيلها لوحدك؟ يا سبحان الله. ايه دي؟ لا 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 يا اخي لا يا عم، ما لاقيش وما تشوحليش كده. ايه احرق الكلام كده وشوف. موضوع جهاديه ده موضوع مش سهل ولو هين. الجهاديه في السياسه جريمه، وجريمه كبيره قوي كمان. ايه يا مبروك؟ فيه ايه؟ ده انا جايبك تقف جنبي وتساندني وتساعدني وتشور علي، تقول لي اعمل ايه ما اعملش ايه، تقوم تقلقني وتوغوشني وتقلب الدنيا فوق دماغي. انا برضو عثمان
الظاهر ان انت ما بقتش تحب تسمع غير الكلام اللي يريحك وبس، انما الحقيقه بقت بتتعبك. فضتك بعافيه يا عمده. ايوه فاكره معناك الايه، هو مش انت قريتها وانا فهمت؟ طب سمعيني كده يا حبيظه. معنات الايه الكريمه ان ربنا هو الوهاب، وان هو اللي بيرزق ان البطن تشيل، وهو اللي بيأمر ان يجيب الروح الحيه للدنيا عشان تمد ذكر ابوه وامه في الدنيا. تمام يا حبيظه تمام. تعرف ان انا عشت عمري كله نفسي خلف لي عيل؟ لما كنت خلاص هتجنن، بس دلوقتي انا خلاص ما بقيتش عايزه اخلف من عتمان. سبحان الله، هو كمان يا بنت يا عبيطه، يا بنت يا عبيطه، انت حبله، حبله باللي احلى واغلى من العيال. انت حبله بالرضا، حبله بالزهد وبالدنيا واللي عليه، مش حاجه كبيره يا حفيظه. يا رب يسمع منك، يسمع منك ومني. يا رب ازهد الدنيا، يا رب حببني فيك، يا رب حببني فيك يا رب. يا بنت الدوار فاضي علينا، يعني معقوله نقعد كده مقدمين والدوار فاضي ما فيهوش الا انا وانتي؟ حتى عيب، ما يصحش والله، ما يصح. عارفه يا بنت عمده ايه وليله ايه؟ عشان ادوق المورتي. اهدي الحاني يا حاج، سيبني يا راجل. روحي انت شوفي في ايه، روحي روحي على ماك. بعد الشر عليك يا ستي، مالك؟ ملي على جنابك، غور انت بالذات مالكيش دعوه. في ايه يا فاطمه؟ ايه اللي حصل؟ الحاني قعدت مه من تلك الكلب اللي واقفه وراك دي، قال ما شافتني قدام الدوار، راحت نازله على بطني بالشومه عايزه تموتني وتسقط العمده الصغير يا اخويا. اه يا بنت السفله، انت كده ناويه على موتك بقى؟ انت عايزه تموت العمده ابن العمده في بطن امه؟ دي هي اللي موتتني وذبحتني بعد ما خربت بيتي. انا يا بنت الرفض يا كدابه، الله صحيها منها ويخينه. طب اسال يا عمده، اسال الغفير وائل، ولا اسال عم فوزي، هم اللي هيقولوا لك. اه يا لفافه يا كدابه، اتفعلي. خلاص يا بنت الكلب، بقى هي اللي كدابه؟ يعني هي ضربت بطنها بالشومه؟ معقول ايه؟ انت عارفه انت عملت ايه؟ انت كده هتخليني اقطع خبرك واطلع روحك. ايوه، ما انتوا اللي بايديكوا تموتوا وتدبحوا في المخاليق بتوع ربنا. اطفوا يا عمده، اطفوا عليك انت وامثالك. انت يا ولد، ايوه، قول له يجيب كرباج من الديوان. هم هات كرباج من الديوان. وانت يا ولد، قول له كتفها وارميها هنا في الارضيه. كتفها وارميها في الارض هنا. فين العصايه؟ في العصايه يا ولد الكلب. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا، اتفضلوا. الراجل مش بيقول اتفضل، اتفضلوا، اهلا وسهلا، اهلا. خطوه عزيزه. خير ان شاء الله. خير يا حبيبتي، بقى خالد بيه عرف يلعبها صح، واستغل موضوع العمده بتاع طلب الجهاديه ده استغلال جامد قوي، ولعبها مع اللي فوق لعب جامد قوي. اتمنى انت يا جماعه
وجاهز على بكره يبقى معزول ومسجون كمان. معناته ايه الكلام دي؟ الظاهر الجماعه اللي فوق مرتبين شويه حاجات تحصل في البلد اليومين دول، وحاجات يعني تخصنا احنا برضو، عشان كده عادل بيه قال لي انزلي واقعدي معاهم هنا في البلد. غرفه عمليات يعني. عمليات؟ معناته ايه؟ نقلب الدار مستشفي؟ القصد يا سيدي كده، وانتهى هنا ما اتصلت بيا ونزلت على مصر وجبتها معايا لحد هنا. ليك يا ابو العيله؟ ده عمده كفر بشوكه. يا شيخ عيسى الحقنا يا شيخ عيسى الله لا يسيح. في ايه غفير واقف فيه؟ العمده ماسك البنت حمديه نازل فيها ضرب هيطلع روحها ومحدش قادر يحوشها منه. استغفر الله العظيم، هو الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ طب روح انت يا موال وانا جاي وراك. الحقنا بسرعه يا مولانا، احسن بنت دي لو ماتت هيلبسهاني يا مولانا. عايزه تتصل عمده الصغير يا بنت الكلب. اهدى يا عمده، استعيذ بالله من الشيطان يا راجل. اعوذ بالله من الشيطان. بقول لك ايه يا سيدنا، انت ما وراكش غيرنا في الليله البيضه دي ولا ايه؟ يا جماعه حد يفك الست دي، هتموت مننا. يفك ايه؟ انا اللي حطيها قد ناحيتها منكم يا رهايم انتوا. جراه يا عمده، انت هتسيب هبتك تتبعتر في البلد ولا ايه؟ دي حساب يخاف ما يختشيش، لازم تاخد على دماغي دي، لازم تقلع ملطه وتتحط على حمار خلف خلاف وتلف بيها البلد كلها. ايه اللي انت بتقوليه بس ده يا ست فاطمه؟ وانت مالك انت؟ انت ايش عشاشك في اللي بيننا؟ تفتكر انت على شوف وراك ايه روح اعمله؟ يا عمده كل شيء وله دواه، والست دي لو غلطانه تاخد عقابها، لكن تاخد عقابها بالقانون اللي انت متولي عليه. قانون؟ قانون ايه يا ابو قانون انت؟ السرم دول ما ينفعش معاهم غير ضرب الكرباج. معلش اصل انت مش من البلد دي، روح بقى شوف وراك ايه واعمله. وانت يا غفير الغبر انت، امر جنابك يا عمده. اسحب البهيمه دي وهي متكتفه كده لحد الزريبه وارميها تحت البهايم لحد ما انا فوق. ليه انت بتطلع كده ليه يا علي؟ ما تعمل اللي بقولك عليه. حاضر كلام. استنى يا راجل يا طيب. يا عمده لو سمحت، هما كلمتين، ممكن كلمتين من فضلك؟ كلمتين ايه اللي من فضل؟ لا هو فضل ده اللي رايح واللي جاي. لا يا سيدي من فضلك انت، هونا ورنا عرض كتافك. يلا. اه يا بطني. سلامتك من القهية يا ست فاطني. وانت يا وليه انت؟ اطمنت عن نونو؟ لتكون البنت دي فقعت له عينه ولا حاجة؟ اطمن يا عمدة، الواد علي بس الضربة كانت شديدة على بطنها، ربنا يستر. اه يا بطني. اه يا حبيبي يا ابني، يا كيدهم وفارسهم ياللي عايزين يموتوك قبل ما عيونهم يشوفوك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز مني ايه يا ابو ليلى؟ ايه؟ مش تطلب حاجة الأول؟ تشرب شاي ولا قهوة؟ سيبك من الشاي، الشاي كتير. عايز ايه يا ابو ليلى؟ أنا عايز كل خير. الخير الكتير قوي لا يوليك عم شيخ. شوف يا سبحان الله، آخر مرة أسألك السؤال ده، عايز مني ايه يا ابو ليلى؟ جرى ايه يا مولاني؟ بقول لك عايز الخير الكتير ليا وليك. لازمته ايه انك تخاف مني؟ انا خايف اه، بس اللي اكتر من الخوف انني مش عايز اي ابو ليلى في حياتي دلوقتي. لا ده ديه الكلام الغلط بقى. ده انت عايز ابو ليلى خالص زي ما ابو ليلى عايز الشيخ مبروك خالص. هات من الاخر يا ابو ليلى، عايز ايه؟ دغري كده وبدون مقاطعي، انا محتاجك ويا اليومين اللي جايين دول. ايوه محتاجني ازاي يعني؟ سيبني اقول اللي عندي الاول وبعد كده قول اللي نفسك فيه. قول يا ابو ليلى وسمعني. عتمان مش دلوقتي بيوقع. والمطلوب امسك اللوكشه دي كده، والله ما لحقت اعدهم. تقدر تقول كده يعني دي هبال ريق عربو محبه يا شيخ. واضح ان انت فهمتني غلط يا ابو العيلة، انا قصدي المطلوب مني مش اكتر من انك تنور لنا طريقنا يا شيخ.
تجيب شاي؟ إن كان ولا أبوك. هات شاي يا ولي. دول عيال حمدية يا عم الشيخ، لقيناهم في التراب نايمين فوق بعض من البرد، يرضي ربنا ليه؟ يا سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت لازم تشوف لك حل في عثمان ده يا شيخ محمود. دول لو اتاخدوا معمون في الحجز اللي رموه فيه ده كان أهون من وهي غباشي. ياك صعبانين عليك العيال وأمهم، مش دول عيال حمدية؟ ها؟ حمدية اللي كنت تجيني زاعج ومتعصب، دي عملت وسوت وأنا راح أقتلها، أنا هولع فيها النار ومعرفش إيه. أيوة يا شيخ محمود، بس دي حاجة ودي حاجة. وعثمان ما طلعش أمهم على كده من عشية؟ دي ممكن تكون ماتت وشبعت موت ودفنوها من غير ما ندرى. إحنا هنغلول كده كتير ولا إيه؟ شوف بقى يا شيخ محمود، إما تشوف حل ولا والنعمة الشريفة، لأن كل مولعين فيه وفي دار. يعني هو عشان عايز له حتة عي يموت البلد كلها ونموت كلنا معاه؟ وبعدين حمدية عملت ايه يعني عشان يحق له يعمل فيها؟ يا ابوي كفاياكم كلام يا وكل ناسكم، كفاية كلام 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 وكله على الفاضي. كل ما عثمان يعمل له عملة نصور ونفور ونقول رح نعمل وحنسوي، بيعمل كده ليه؟ ويفوت اليوم وتصبحوا ناسيين. عمايل عثمان دي ما مسؤولش عنها الحال وهو، لا احنا كمان ربنا راح يحاسبنا عليها. اهي بلوتكم دي هي اللي طرحت عثمان، هي اللي وسعت خشمه وخلته طايح في الخلق وداير يبلع. يعني ايه بقى يا شيخ محمود؟ شو علينا انت يا شيخ محمود نعمل ايه واحنا نعمل؟ يعني هنعمل ايه؟ وقت التفاهم مع عثمان والاخذ والعطا راح خلاص. خلينا في الفعل بقى يا مولانا، ما بدهاش بس اقولك نعمل ايه. اللي ليكم عندي كلام رب العزة، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وفهموا انتوا عاد الكلام. بقول لك يا ام الغايب، خد العويلات دول نظافة واكل واسبوع ما وصكيش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا غفير انت وهو تعال. ايوه 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 جنابك، امر جنابك. عايزكم تجمعوا نفسكم وتلفوا البلد كلها بيت بيت وجحر جحر وغيط غيط ونفر نفر، بلغوا الجميع اللي عليه مديونية يجي يدفعها النهاردة قبل بكرة، وإلا الحجز والسجن والبهدلة. يبقى هترمي البلد كلها في الحجز يا عمدة، محدش معاه يدفع. اخلص يا واد انت، انت تعمل اللي اقولك عليه وبس. يلا كيش حضور. يلا بداهي. وزعوا نفسكم. كل حمار في ناحية. ربنا خلصنا منكم. اعوذ بالله. ايه ده؟ ما تغوري يا بنت، مش جبتي القهوه؟ اقعدي اشربيها معانا يا رحوم. يا جلاب الحمت، يا جلاب الحمت، الحقنا يا جلاب الحمت. في ايه يا نيل؟ البلد كلها هايجه وجايه على هنا. في ايه يا ولا؟ بلد ايه وايه اللي عمل فيك كده؟ شباب البلد يا جلاب العمد، اول ما قلت لهم العمد عثمان عايز المديونيه اللي عليكم وهاجوا علي، وهاتك يا ضرب بالايادي وبالصرم وبالبولخ كمان. وايه حالك وتشوف الله النور، شتايم من اللي متنقي وكلها في جنابك، شتايم وحشه قوي وحشه خالص. لا لا لا، دول مش اهل البلد، دول مين دول؟ لا انا اهل البلد كلهم بيحبوني، لا دول مسوسين علي. اسمع يا واد انت، بلغ الغفير وائل يجمع الغفر كلهم وكله يعمر سلاحه في المليان وتقع في استعداد. طب وبعد ما نعمر السلاح يا جلاب العمد؟ اضرب في المليان على طول. هنضرب البلد كلها بالنار يا جلاب العمد؟ لا مش كلهم، اللي هوب ناحيتك اضرب في المليان. يلا غور الكشح. حاضر. ايوه يا اخوي، اوعى تنخنهم، اوعى اوعى، هيركبوا كلها يا عثمان، هيركبوا كلها يا اخوي. دول ناس مالهمش في الطيب والله، لازم توريهم العين الحمر، انزل عليهم بالعسكر والغفر كلهم. انت عايز انت كمان؟
عايزه اقول لك كلمتين بحق العشره اللي بينا. انت لسه جوزي واني على ذمتك. الناس فاض بيهم يا عتمان، ظلمك ليهم جمعهم عليك كلهم، وما فيش حاجه هتقف قصادهم. طمنهم، هديهم، اقول لك حسسهم انك ندمان. هدي النار بدل ما تاكلنا كلنا يا عمدي. نار لما تاكلك مره من دون النسوان، عايزاه يعمل ايه يا اختي؟ ياخد ماله وينزل يفرقوا عليهم، ولا يفرق عليهم الارض اللي حداه؟ انت اتخبلتي ولا اتخبلتي؟ قولي بقى انك بتهري، قولي انك بتهري مني ومن كده يا وليه، عشان الواد اللي عينك خارقه بطني وشايفاه وهو قاعد مستربع جوه، الواد اللي هيجي بيبقى سيدك وسيد البلد كلها. انت عايزه ايه يا وليه انت؟ عايزاني اني اقعد اتكلم مع شويه لمامه وغير؟ لا، هو حد اي فيهم يقدر يعمل اي حاجه؟ طب حد فيهم كده يوريني حاجه؟ حد يغرق يقرب ناحيه الدوار هنا؟ طب حد يقرب لو بالغلط هيتخب النار طوالي. اوعى تنغرب الغفر اللي حداك، ولا حتى بعساكر المديريه ولا المركز كله. اسمعي يا بنت انت، كلمه زياده وهرب عليك اليمين طوالي. قولي يا بنت كلمه زياده، قولي يا بنت كلمه زياده، خليه يطلعك ونخلص منه، وما ترمي عليها اليمين وتخلصنا منها يا عتمان. اطلعي بره يا ماما يا فاطمه. خلاص يا فاطمه، عميتي وما بقاش حداك ان انت تشوفي بيهم؟ عمل ما يلهفك يا ولية، ما تغوري يا بنت في داهية يا بنت. ايه عمالة تبصيلي وتشيليني وتحطيني له من مكاني؟ ايه يا ولية، كفاية حسد بقى، كفاية يا اختي. اي اي يا بطني، يا ستر يا رب، ده انت عيني خرقت بطني يا بنت، جابتلي مغص. ما تغوري تتكلي على الله، غوري في داهية. انا قلت اللي عندي وريحت ضميري. طب يلا بقى غوري من هنا، بدل ما اديكي في وشك انزلك صف اسناني. امشي. يا ابني دي المامور، بسرعه قول له العمده عتمان. ايوه جناب المامور، اسمعني بس يا سيدي، اجل اللوم والعتب ده دلوقتي مش وقته خالص. خلينا في المهم، البلد قايده نار، الناس عامله غاره كبيره قوي وجايين على هنا، ما هو ده مش كويس علشاني ولا علشانك انت كمان. ما انا لو روحت هقول كل حاجه. ايوه هفتح في القديم كله وهنشر الغسيل الوسخ، وانت ذات نفسك هتروح في سين وجيم ويمكن نوم كمان. ايوه لازم نقف جنب بعض. ماشي، سلام. بس انت طمن يا عمده، حلوه قوي نبره الخوف اللي في صوتك دي، ما سمعتهاش قبل كده. ما وريتك. تمام يا فندم. صرافي عسكري وخد الباب وراك. تمام يا فندم. انت مش رجالتك جاهزين يخرجوك من الحجز؟ أوي أوي يا باشا. طيب يا سيدي ورينا همتهم بقى. انت بتتكلم جد يا باشا؟ يعني شاي على الرجاله واقول لهم ايوه يا سيدي، شاي على الرجاله واقول لهم انا مش قلت لك اكتر من مره ان بقالك من عتمان؟ وقلت لك كمان ان خليك تاخد طارك منه؟ قلت لك ولا لا؟ قلت لي يا باشا، بس بصراحه ما كنتش مصدقك ولا مديك الامان. طيب يا سيدي، اديك عرفت ان انا عندي كلمتي، ورينا الهمه بقى. العمده بداره بديوانه بسلاح اللي فيه هيبقى عندك كلهم. بمناسبه السلاح، انت رجالتك احرار، بس ما تحرمش اهل البلد من كام حته سلاح برضه، ولا ايه؟ سلاح لاهل البلد؟ ايوه، عشان فرح العمده يبقى فيه ترقيع كده تسخن الحكايه شويه. عسكري يا عسكري. تمام يا فندم. نزل ابو سيد الحجز تاني. تمام يا فندم. كما قال رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا ديننا الحنيف، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وها أنا ذا أعلنها أمامكم يا أهلي ويا عشيرتي، أني تبت إلى الله وندمت عما فعلت. وها أنا ذا قد رجعت عن صحبة عتمان وشيطانه، رجعت عن صحبة من لا يرحم لا
دي صحبة الرحمن الرحيم. أنا رايحة حدا العمد. يعني إيه رايحة حدا العمد؟ أنت اتجننتي يا بنت؟ ما هو المرة اللي فاتت كان محروس وبعده فاطمه وحسان وحنان والمره دي حمديه. ايه هنستنى لما عثمان يلمنا كلنا نسوان ورجاله ويدبحنا ولا يولع فينا النار؟ هنفضل ساكتين لحد امتى وحاطين جله ببقنا؟ رجعت عن صحبتي من والله الله امر هذه البلاد فخان الامانه، وعلى هذا يتضح صحه القول القائل الخيرة فيما اختاره الله. ولقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يفور هذا البلد وأن يثور أهل هذا البلد حتى يولي علينا من يصلح، من يرعى مصالحنا وشؤوننا إعمالا لقول الله عز وجل في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. فيا أهلي ويا عشيرتي، اتقوا الله في مسؤولي. يا حاج لسه ما خلصتش كلامي. يا عمنا لسه ما خلصت. انت يا ستي اللي سحب العين. يا اخوانا اقسم بالله لسه ما خلص. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. مين الشباب دول يا شيخ محمود؟ واعي اللي قدام منيهم ده الاستاذ ياسين المحامي، اللي حوالين منه دول صحباته وزملاته من اللي أهليهم قدروا يعلموا عيالهم في البندر. ما شاء الله دول متحمسين قوي. يا دول زينا احنا. لا يا سيد خالك، احنا نعاركوا ونهاتوا وننصحوا، لكن دول هم اللي يقدروا يزحزوا الحجارة من مكانها مش احنا. هم ولاقيهم هم. نهاية العمد وظلمه النهارده. لا السعادي دلوقتي. ايه شغل الجنان ده؟ انت اتهبلت يا خش يا تاني. ايش محمود اسمعي يا اهل البلد، احنا لازم نفكر ونفهم ان احنا لينا حقوق ومطالب. احنا مش عصابه ولا هجامه. يا جماعه لو سمحتوا اسمعوني، بلاش اي نوع من انواع العنف لو سمحتوا. احنا جايين نصلح ما نخربش، نبني ما نهدش. يا جماعه احنا قوتنا في اننا مسالمين. اسلك فمك يا استاذ ياسين. ايه ده شويه؟ العاف عليكم. العاف يا ابو العالي. مرحبا يا ابو العالي. ايه يا جماعه التجمهر ده فيه؟ ناس غضبانه من اللي عملوا وبيعملوا العمده فيهم يا سياده المامور. وايه اللي عملوا العمده؟ ده حضرتك ادرى واحد بالعمده وبعمايله. وهو كان ايه اللي ما عملهوش العمده؟ يا بيه المامور. ليه ساعة عدمان ونهايته. بلاش يا باشا، بلاش ترط نفسك ما بينه وبين الناس المظالم دي. ليه بس الكلام ده يا ابو العلا؟ يا جماعة كل حاجة بالتفاهم والهدوء. وبعدين ما تنسوش العمدة لأهله وعزوته وما يردوش بأذيته. وأنا عن نفسي بتعهد. أرجوك يا باشا ما تتعهدش بأذيته حاجة. صاحب الشأن فين؟ مستخبي ليه؟ خايف من إيه؟ ما تخافش يا ابو العلا، اللي عامل زعيم أنت كمان. هنجيبه وكل واحد وسخ البلد هنجيبه ونحاسبه لحد البلد ما تنضف. انت مالك يا دي يا غباشي؟ ايه مالك كده؟ اللي يشوفك كده يترحم على ايام الطاحونه وعفره الدقيق ابو العلي. يا جماعه مبدا التفاهم مقبول. تفاهم مع مين سيادتك؟ يا ريت حضرتك تبطل الدور اللي انت بتلعبه، لانه للاسف بقى مكشوف ومفضوح على الاخر. الزم حدودك واحترم نفسك. وعلى فكره أنا عندي معلومات وبلاغات عنك من أيام ما كنت طالب، عشان توجيه المظاهرات وبلبلة الأمن في المنصورة ونواحيها. إيه؟ مش مكفيك ده كله؟ جاي تولع في البلد؟ إيه؟ هو اللي جاي يهيج في البلد؟
سعاده الباشا البلد هايجه ولا حضرتك مداريش؟ بص بقى يا جماعه، انا هدخل للعمده انا والشيخ عيسى وابو العيله وانت، رغم تطولك عليا الا ارجو انه من احشى عليك واحنا جوه، احنا داخلين نتفاهم. يلا بينا. عاجبك اللي بيحصل ده يا جناب المأمور؟ انت ازاي تسيب الامور توصل للدرجه دي يا عمده؟ انت عايز ايه انت كمان؟ لا اسمع لما اقول لك. اقول لك عليه طاط المره دي يا عمده، الحكايه مش زي كل مره، المره دي البلد كلها رجاله ونسوان كبير وصغير. انا ما يهمنيش حتى لو البلد دي والبلاد اللي حواليه، انا عندهم وجود. بلاش عندي يا عمده، انا بنبيك عشان خاطر العيش والملح اللي بينا. عيش وملح ايه يا اخويا؟ قول البط والوز واللحط والطف، كل ده عيش وملح. قول الرشاوي بالالوفات، قول الفلوس وتسقيط الحقوق واكل الناس، كل ده عيش وملح. خلاص خلاص يا عمده، على كل حال هدخل لك الناس اللي عايزين يتكلموا معاك، نصيحه مني اسمعهم مش هتخسر حاجه. سلام. وطعت وضعت سيرتك وشورتك يا بعيد. بقول لك ايه يا اخوي، اهدى كده بس واسمع اللي هقول لك عليه. عايز ايه انت اخرى؟ طمعهم. ازاي يعني؟ تشوف مين فيهم ليه عوزي وتسدها له، وتشوف الناس اللي جايين لك دول وتوزنهم كويس كده، تشوف مين فيهم اللي تجيبوا أرض وتدها له، مين فيهم اللي تجيبوا بهيمة وتدها له، مين فيهم اللي يجي بالمال وتدهوله. ساعتها يا أخوي كل واحد هيحط لسانه في بقه وحيتسدوا سد، وكل واحد فيهم هيروح على داره. يعني فكرك بالطريقة دي يعني هيلينه ويبقوا في صفنة، ولا كل واحد بقى هيركب للشرف ويزود للبلة طينة؟ جرب وانت الكسبان. طب اخفي انت جوه، ادخلي جوه. ماشي اخفي. ربنا معاك يا اخوي. اهلا 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 بالشيخ عيسى وبالاخ ابو العيله، اهلا بالابوكاتو الكبير، منورين ومشرفين. اهلا خير. البلد كلها قايدة عليه، الناس واقفه بره عايزين يفرموك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير عمده. انا عارف ان عقلك كبير يا عمده، ولا يمكن تعمل حاجه تاذيك ولا تاذي اهل البلد. ايوه اهو الحمد لله شهد شاهد من اهله. انا بقى ازيد حد في ايه؟ انا عملت ايه يعني؟ البنت حمديه ضربت مراتي في بطنها كانت عايزه تسقطها، مش دي جريمه ولا دي مش جريمه؟ انا بقى اعمل لها ايه؟ احبسها ولا اقول لها متشكرين يا اختي الف سلامه؟ والواد التاني الزفت اللي اسمه حسان اتمسك متلبس بسرق وفيه شهود، احبسه بقى ولا اسيبه؟ مش مهم حسان ولا حمديه يا عمده، احنا دلوقتي جايين نتكلم عن اهل البلد كلهم، الديون يا عمده. ايوه الديون دي بقى الحمد لله انا ماليش اي علاقه بيه، الديون دي باسم فاطمه، فاطمه هي صاحبه الدين. ايوه اللي عايز بقى يتكلم في الدين يتكلم مع فاطمه مش معايا انا. انا اللي خدت من حد حاجه ولا اديت لحد حاجه، انا حيلا بالكتير جوزها، ودي حق ربنا ان هي اللي تتصرف في مالها، مش ده بقى شرع ربنا يا عم الشيخ ولا هنا بقى ما فيش شرع ربنا؟ اسمع اللي هيقول لك عليه ده يا عتمان، وخد بالك كويس، الناس اللي واقفه بره دي ليها حقوق ومطالب، ومش هيسكتوا لما ياخدوها تالت ومتلت وزياده كمان. طب ليهم عندي ايه؟ انا عايز اعرف بقى ليهم عندي ايه؟ يا سيدي هم شايفين كده. الله، وانت لازم تسمع منهم وتعرف هم عايزين ايه، وتروح تعمله بسرعه، ده للصالح على الاقل دلوقتي لحد ما نلم الموضوع. موضوع ايه اللي اتلم ابو العيله؟ شوف يا عثمان. عثمان اثبت يا واد مكانك، انت بتكلم جناب العمده. طب يا حضره العمده عثمان، لازم تبقى فاهم ان كل واحد من الناس اللي واقفه بره دي عارف انه مظلوم وان حقه مهدور، والناس دي كلها مش هتسكت الا لما حقوقها ترجع. ايوه صحيح اهو، شوف انت بقى نبهتني لحاجه مهمه خالص. اي والله صحيح، الواحد برضه ساعات يعني بتفوت عليه حاجات كده لانه يعني بيبقى هو مشغول في حاجات تانية كده، لكن برضه الحق واجب، يعني كل واحد له حق لازم ياخده. يعني سعادتك برضه يعني كمحامي يعني ابوكاتو كده استاذ محترم، لازم لك برضه يعني مكتب كده يعني يليق بالمقام. ايوه وقرشين حلوين كده برضه تسند عليهم وتغير برضه بدل كده طالع نازل. وانت برضو يا فضيلة الشيخ يعني انا برضو تاه عني يعني ان انت بقيت واحد مننا وعايش معانا في البلد، يعني برضو يلزمك دار ويلزمك برضو حتة ارض تزرع وتقلع وتعيش. اي أيوة والله ده انا بفكر اعمل لك جامع كده ليك لوحدك تخطف فيه زي ما انت عايز. اي أيوة والله خيوب عليك يا راجل، انت
انت بترشي ياسين افندي والشيخ عيسي رشوه ايه يا عبيط انت؟ دي حقه انا بدي لكل واحد حق. ما هي دي طريقتك يا عمده، اتعودت تخلي الناس يا راشي يا مرتشي، لكن احنا مش كده يا عمده. انت غلطت في العنوان. يلا بينا. ايه عنوان ايه؟ لا انا ما غلطتش ومش هغلط وما بغلطش. ده انا هتمار. ايوه انا هسيطر علي، محدش هياخد مني مليم احمر، والراجل يوقف وكلكم يا ديزم هتيجوا تحت جزمتي وانا هوريكم يا بلد. ماشي ايه؟ خلاص يا بس يا بنتي خدوا جوه، خدوا انت جوه، انا هوريكم يا جيزه، انا هفرجكم. كل دي هيجي تحت رجلاني وانا هوريكم نفر نفر يا كلاب. محدش قادر يعمل معايا حاجه، ولا حد هيقدر، ولا حد يقدر يقرب مني ولا ياخد مني بليم احمر، ولا حد يقدر عليا. ايوه لسه بتقربي مني يا راوية. طب ما تيجي بقى نتكلم في الكلام المفيد والمهم. انا شايفه بقى كده وبيتهيأ لي ان الحال بقى علي العين، العمد نزاح والبلد طابت لنا. بس البلد مقلوبة، الناس حاجة مش هتسكت. ما بين أهل عتمان ودول مش قليلين ولا سهلين، وبين أهل البلد وفلاحين، ده حتى حسبتنا مع السيد ومطارد الجبل ما أقدرش أعرف إيه اللي هيحصل فيها طول ما إحنا سايبين العيار كده على الغارب، ولا أقدر أضمن إن اللي هيحصل هو اللي إحنا عايزينه. ليه بس بتقول كده؟ ما هي كل حاجة هي ماشية زي ما إحنا عايزين. وبعدين هو مستعدتك كمان شويه كده هتظهر بقوتك وشهامتك وتقف مع الفلاحين ضد اللي ظلمهم واللي نصب عليهم ودينهم، عشان بعد كده انا وابو العيله هنسدد الديون عن اللي معرفوش يسددوا، عشان بعد كده لما نيجي نقول ان ابو العيله عمدتكم يا بلد. يا ابو العيله هو مفيش حد غير ابو العيله ده. بقى يا راويه، واحده زيك انت في عقلك ومالك وجمالك تحب واحد فلاح زي ده ريحه الجله فيه؟ مش وقته الكلام ده يا حضره المأمور. لا بقى وقته يا راوي، ما كفايه ابو العيله ده. يا خساره، كنت فاكراك اذكى من كده. ابو العيله ده في ايدي، اجيبه يمين اجيبه شمال بمزاجي، ما يقدرش ابدا يطلع عن طوعي. ولما يبقى ابو العيله هو عمده البلد، تبقى البلد دي كلها في ايد راويه. فاهم؟ اجيب لك حاجه تشربها. الحاوي يا بلد، تعالوا شوفوا يا اولاد، شوفوا الباشا العمدي بتاعكم عايز يرشي الابوكاتو والشيخ عيسي علشان يرجعوكم عنه ويلهسكم بكلمتين. اصله فاكركم لسه زي زمان هتسكتوا وتنخوا. طب علينا الحق ينبات في داره الليل. انتوا خايفين ولا ايه؟ خايفين من ايه؟ خايفين يجوعكوا؟ طب ما انتم اصلا ميتين من جوه. خايفين من ايه؟ هياكل حقوقكم؟ طب ما هو كلها غصب ودناوي. هيحرق بيوتكم؟ هيرمل نسوانكم؟ طب ما هو اصلا دفينكم بالحي. يبقى ان خايفين من ايه وخايفين ليه؟ فاطمه انت يا بنت، بنت فاطمه راحت فين داهيه دي؟ انت يا بنت الكلاب، يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة الحقنا، يا حضرة العمدة. ايه المأمور صاحب العساكر كلهم والاهالي هاجمين على الدوار والديوان، وانت داخل تستخبى هنا يا ابن الكلب بدل ما تطلع تضربهم بالنار؟ كنت جاي ابلغك ان الست فاطمة سرقت الخزنة وراحت فين داهية دي؟ مشيت يا بنت الزراعية الابلية. يا جماعة، جه اليوم اللي نعرف فيه العمدة ان الظلم له اخر، وكل واحد له حق يهجم عليه في دواره وياخده. يلا يا رجاله. Thank you.
مقدور علي الحو حمدي في الحجز اللي قدام مني فين قدام يسلمك وسبت تاني روحك تريحي مني يا حسان ربنا يخليك لي يا حنان فيك الخير يا حنان عيالي يا شيخ محمود عيالي يا شيخ محمود عيالك بخير قاعدين عند ام الغايب هناك في امان ما تخافيش انتبهي بس لنفسك انا حمود يا شيخ محمود حمود خلي بالك من عيالي انت تعرف ربنا كويس يا شيخ محمود خلي بالك منهم خذها على راحتك الصحية يا شيخ محمود طيب قوموها بس بالراحة بالراحة واحدة يلا واحدة ويا زناتي يكفلت من السجن واكلهم ارموها لتوسخكوا زي ما وسختني وسخت عيالنا عمر الحال زناتي عشان خاطر سيب عيالنا للشيخ محمود هو يربيهم انا امنت عليهم هو حيرعيهم ياخد هياخد باله منهم عشان خاطري عشان خاطري يا زناتي عشان خاطري على فين؟ بقى تسرق الخزنة وتهربي مع ابو العيلة بطبخينها مع بعض يا بنت الحرامية ايه البندقية اللي في ايدك دي يا اتماء؟ ايه البندقية دي؟ انت هتعمل ايه؟ انا هقول لك انا اعمل ايه؟ انت بعد ما تولدي هخليك عبرة لمن لا يعتبر وانت بقى ايه؟ الله يرحمك يا سبع البرومبي تخوي ابو العيلة يا بيت هو ده وجع الولادة انت بتولدي صحيح يا بيت ايوه بولد بولد ايوه الحقني الحقني ولاد الحقني ولاد اوعى يا واد انت كيف ايوه وليه ده وجع الولادة بصحيح ولا ليه ملعوب بتعمليه عليا يا ملعونة يا بنت الملعين ملعوب ايه هي دي فيها ملعين هموت يا عمد هموت وابنك هيموت الحقني يا عمد يعني بتولدي بصحيح ايوه الف مبارك ايه البيت هتجيب العمدة الجديد امشي وقال انت من هين امشي فين الغفر انت غفير انت هو مفيش غفر طب اي نفر اي حد يا ناس غيطونا يا بني ادمين انتوا اجيزم يا بهايم حد يغيطنا يا ولاد الكلب يا معفنين بصي انا هديك مستشفى دلوقتي عشان تولد هنا وما كانش انا هجيب ترومبيل خصوصي اوديك البندر عشان تجيب لنا العمدة الصغير يلا بندر ايه انا مفيش نفس لما اوصل في البندر علي ما فيش نبض مفيش هديك على مروان تعس معايا يا ولد اسكت على مين يا مروان على مين الحقني ابعد عنها يا ولد ابعد عنها ما تسكتش كده هسيبها دي لا ما تسيبهاش بس ابعد عنها
البنت بقى انها سرقت. يا لهوي خلي بالك خلي بالك يحصل حاجه للعمده الصغير. اهم حاجه العمده الصغير دي ملعون ابو الصغير على ابو الكبير على ابو العيل على ام العيل. بعد ما بيعتني الارض اللي عندي يا جناب العمده لحضره المأمور بتاعك، بعت كل العده والحاجات اللي كنت بشتغل بيها في الارض، بعت المحرات والغرق، بس لا من حسن حظك ان ده ما اتباعش، ده اللي هاخد بيه عمرك يا عثمان. شو قال انت من هنا؟ امشي. يا فاطمه يا ابو العيله يا ولاد الكلب. جيبيلي هدمة جديدة وكمان بتخيطي في الهدمة القديمة. الروضة البهية مقام سيدنا النبي، روايحها ذكية وجميلة والنبي، أنا نفسي والنبي أزور سيدنا النبي، صلي وسلم على سيدنا النبي. اهلا يا نظيم، ان شاء الله تكوني بخير. ايه اللي بتعمليه دي يا سيد؟ بقى بتكنسي الارض في بيت جنيدي؟ لا يا نظيم، انا بكنس اللي جوايا، بنضف روحي وبالي احسن ما تبقى افعالي وبالي. يا لهوي انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. بس انا فهمت قوي. بينك ما دريتيش، مش فاطني بتولد في مستشفى المركز؟ ينتهى بالسلامه هي وابنها يا رب. يا رب يكون ادم السعد والهدايه يا رب. أنا ماشي. Thank you.
جابت العمده الصغيره ولا لسه؟ ايوه هنا. هي فين؟ لسه ما ولدتش. هي ولدت؟ ما تهم تولدها امها. فين العمده الصغير؟ من فضلك يا عمده ابعد المسدس شويه عني من فضلك. انت بتبص في ايه؟ مسدس وراح اضربه بالنار هطخه. وبعدين يا سيدي ما تخافش، العمده الصغير واخد على الحاجات دي. يلا هم امال، عايز اشيل الواد كده في ايديا واجيب الاعادل. قول يا رب يا سيدي، قول يا رب. ما هو كله يا رب طبعا، هقول يا رب وما هقول يا مين. بقول لك ايه، اشهد يلا امال، عايز اشيل الواد بقى، الواد وحشني يا سيدي. قول ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. وانا كافر كل بقول لك حاجه تقول يا رب وان شاء الله. انا حجيت اربع مرات ما حجيتهمش انت، يعني انا اعرف ربنا اكتر منك. ان شاء الله ربنا هيقومك بسلام. قومي يلا. تعالى كده ليه؟ قوم مالك انت ومالها، سيب ايدها كده. ان شاء الله ربنا هيقومها بالسلاسه، وهتجيب لنا الواد الصغير العمده. وانت بقى يلا راجل ورينا عرض كتفك كده، روح اتحونا تلاقيهم عايزينك هناك. ولا اقول لك لا، انت ما تروحش هناك، انت تقف على الباب كده زي اللي في رجلك عشان تشوفني وانا خارج مع العمده الصغير كده في ايدي وتتغاظ غيظ. يلا يلا بره. يلا الف سلامه ليك يا اختي. وانت كمان يا عمده بعد اذنك ما تاخذنيش، اتفضل اتفضل معاها، لان كده انا ما ينفعش اشتغل في الجو ده. فاطمه حالتها صعبه جدا، من فضل حضرتك. طيب انا هطلع بره عشان خاطر الواد، بس خلي بالك من الواد. ايه هو واد مش كده؟ انت عارف عارف ان هو واد مش كده؟ بس مداري الاقيه. امال هيكون ايه؟ مش عمدي لازم يبقى واد. انا قاعد بره مستني الواد. يا رب يا رب ما تخذلني ولا تكسفني. يا رب يا رب وقف معايا. ايه عدنان بيقول يا رب؟ تلاقيك مبسوط على كده، فكرك يعني ربنا هيستجيب لك؟ ايوه ان شاء الله يستجيب لي. ما يستجيبش ليه؟ عارف انني غلبان وعارف انني محتاج له اشد الحوجه. ايوه والله، بعدين انا راجل مؤمن بالله وكتبه ورسله. ايه لا هو بالقول. نسيت يا راجل انت عملت فيا يعني ايه؟ ولا اللي عملته في الغلبان المرميه جوه دي؟ ايه عملت فيك ايه؟ ولا حاجه. هي البنت ما كانتش طايقاك اساسا وعايزه تتطلق منك، وجت تستجار بيه، وانا كبير البلد والبنت غلبانه ما جورهاش. اقول ايه لربنا يوم الموقف العظيم؟ اقول له ايه؟ وبعدين تعالى هنا، ماني طول عمري غير عليك وعلى البلد كلها، وطول عمري ماشي بالقانون والقانون ماشي بيا. ايوه امال، غيرش بس هم شويه السواد اللي جواك انت. ده انت جواك سواد يا ولا يكفي بلاد. ايوه والله، عارف انا لو كنت فوت البنت الغلبانه المسكينه اللي جوه دي مع واحد زيك انت، كان زمانها ماتت من الجوع والغيظ والقهر والفقر اللي انت كنت معيشها فيهم. انت بعقلك يا راجل انت وانت بتتكلم كده؟ عشان كده عمال تزعق بالصوت العالي وتقول يا رب. فكرك دعوه واحده من دول هتهوب ناحيه السماء ولا ربنا هيستجيب لها؟ ليه؟ ده ربنا ما بيحبش الظالم ولا الكذاب ولا نهاب الحقوق يا عتمان. كمان عايز مني ايه؟ عايز ايه مني؟ روحك. ايوه 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 ايوه، خليك انت بغيظك كده، اقعد اهري وامكت في نفسك كده، وان شاء الله ربنا هيموتك بغصب غيظ. ايوه والله، بالك الواد اللي جوه دي اول ما يطلع كده العمده الصغير دي، انا ان شاء الله همنجه كل بتوع النساء والتوليد دول. ايوه والله، والواد ده بقى لما يكبر كده ويشد عوده هيلم كل الجبنه الخبثه اللي زيك انت، ويطلع عين ابو اللي جاب ابوه نفر نفر. ايه والله، هو ربنا له حكمه في كده، خلق الناس اسياد وعبيد عشان ناس تدوس وناس تداس. يبقى انت خلي بالك، علشان اللي اداس امبارح يا عثمان هيقول يوم ويدوس، وساعتها دوسته دي لا هتشفق ولا هترحم، هتهرس. اوعى تبخل على نفسك يا عدنان،
لو بخلت على الناس كلها اوعى تبخل على نفسك. تشكر لربنا. ايه دي؟ انت مين انت؟ لا انت مش حفيظة اللي انا اعرفها. بتعاملة كده ليه؟ ايوه انت حفيظة، بس كويس قوي ان انت جيتي، كويس قوي قوي ان انت جيتي. ايوه امال احسن حاجة عملتيه ان انت جيتي. ايوه انت ايه اللي جابك يا وليه انت؟ فاطمة بتولد. دي ولدت، سامعة صوت الواقع الواقع الواقع. الله اكبر ما شاء الله. سيف، ايوه ادي يا بنت، هو سيف. ايوه ابن حبيبي انت سيف، سيف عثمان، عشان تبقى سيف على رقبه كل ولاد الكلب اللي عايزه تتقطع رقبيه. ايوه قول هم ولاد كلب طبعا انا عارف. ايوه انا معاك والله، ده جزم كلهم. ايوه اهو سيف جه، انت اللي هتقف في ظهري وتدافع عني. العمده الصغير جه يا بلا. طب بعد اذنك يا عمده عايز اقول لك حاجه بس. ايه يا عمده؟ ايه ابنك حالته مش مظبوطه. ايه دي حالته مش مظبوطه؟ لا حالته مظبوطه طبعا، ده ابناني ابني وحالته مش مظبوطه. يبقى انت مش دكتور ولا فاهم حاجه في الدكتوره. طب بس من فضلك عايز اقول لك حاجه. طيب ما تقولش ولا اقول لك قول. اتكلم، انا ماسكه اهو في ايديا، محدش ياخده مني، انا مش هسيبه ابدا. ايه ده يا سيف؟ ايه ده يا حبيبي؟ الواد سكت ليه؟ ما تشوف يا دكتور الواد ماله؟ ايه يا سيف؟ قول يا حبيبي زي ما كنت بتقول. ايوه كده، سمعهم انهم ولاد كلب جزم كلهم ولا يستاهلوا حتى ضفر رجلك. قول يا حبيبي، هو ده بقى اللي هيربيكوا ويعلمكوا الادب نفر نفر يا كلاب يا جزم. للاسف يا عمده انت خلقت ابنك، ابنك تعيش انت. ايه؟ لا لا الواد عايش، ده كلام برضو. لا بعد العمر ده كله تقول لي تعيش انت؟ اول مره تقول لي ابنك تقول لي تعيش انت؟ لا الواد عايش، انت مش دكتور ولا نيلة ولا فاهم حاجه في الدكتوره. انا اروح اخليها تولد في مستشفى تاني. ابنك مات يا عثمان. الواد نايم. ابنك مات. ايوه نايم. البنات العيال بتنام. ابنك مات يا عثمان. كلهم بيناموا. ابنك مات يا عثمان. ايه الواد صح وعايش؟ ابنك مات. لا طبعا عايش. ربنا متأكد منك يا عثمان، انت امنك وانت امني يا عثمان. ابنك مات. ربنا مش رايد لنا يبقى في حاجه بيرضى لحدها يا عثمان. ربنا مش رايد يا عثمان. لا ما ماتش. اخرسي يا جزمه يا بنت الكلاب، الواد عايش. انت عايزاه يموت؟ عايزاه اسيبهولك عشان تروح تديه لابو العيله؟ لا انا مش هسيبه ابدا، انا مش هفوته من ايدي ابدا. بقى بعد العمر ده كله اسيب الواد؟ لا ده انا ما صدقت جاري الواد. يا كلاب يا اولاد الكلب، انا معايا الواد يا جزم، معايا الواد. يا كلاب يا اولاد الكلب انت نايم مش كده؟ ايوه انا عارف انت نايم، ما هي العيال بتنام ياما. ايوه بس شوف بقى يا ولي، لما تعرف انا عملت لك ايه انت هتقوم، ويمكن تجري كمان وترمح. شوف بقى يا ولي، الارض دي كلها ملكك انت، مش الارض بس، دي الارض والسجر والنخل والترع والغيطان والبهايم والبني ادمين كمان، كل ده تحت اشاره من ايدك انت. ايوه امال ايه؟ وشوف بقى كمان اقول لك، كل فلوسي وفلوس حفيظه ملكك انت يا عمده يا صغير يا عثمان. لا عثمان ايه، انت تلاقيك اسم سيف عاجبك اكتر مش كده؟ شوف بقى يا سي سيف، البلد دي كلها من شرقها لغربها تحت رجلك انت. ايوه امال ايه؟ تحت رجل العمده الصغير. لا عمده ايه، انا مش عايزك عمده، انا عايزك تبقى بيه كده ولا باشا من باشوات مصر. ايوه تبقى سيف بيه باشا من باشوات مصر، هو كده صح؟ سيف بيه باشا من باشوات مصر. ايوه حافظه، انت عايزه ايه؟ عايزك تفوق يا عثمان.
افو ده ايه؟ واني مؤمن عليا ولا مسورة؟ طب اديني الواد، حرام عليك اللي بتعمله ده. ايوه ايوه انا فاهم قصدك. ايوه انت خايفه لحسن ارجع في كلام والحس اللي انا قلتهولك. لا انا عندي كلام، فاطمه دي مجرد حبلت وولدت وتغور في 60 ده، لكن انت ام، انا هكتب الواد باسمك انت زي ما اتفقنا. الام حفيظه والاب عتماه والخوجه معانا والاوراق تبعنا وكل اللي احنا عايزينه هو اللي هيكون. الواد مات، اللي انت شايله مات، ربنا خده منك بعد ما اداهولك علشان تفوق وتتعز. فوق يا عثمان، حرام عليك. لا الواد ما ماتش يا هبل، انت عبيطه مش فاهمه حاجه. الواد نايم، هي العيال كده بتنام. بس انت بقى معذور، انت لا حبلتي ولا ولدتي ولا تعرف العيال، هتعرفي ازاي بقى؟ طب اديني الواد. لا ولا حد يمد ايده عليه. انت انضميتي ليهم يا بنت الكلب ولا ايه؟ كلكم عايزين تخلصوا منه. لا هيفضل معايا انا في حضني لحد ما يكبر ويملى الدوار عيال. ايوه انا بقالي ذريه يا اولاد الكلب، العمده بقاله ذريه يا بار. اوعي يا بنت الكلب.